السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي او هنراجع النهارده الفالفرال هارت ديزيز. ولكن الفالفرال هارت ديزيز بالذات اسئلته في على التطبيق في اعتقد محاضرة هتلاقوا عليها اسئلة الفالفرال هارت ديزيز كلها. واخدين بالكم؟ فأنا هعمل إيه في الفالفرال هارت ديزيز بالظبط؟ لأن في ناس كتير طلبوا مني كده لأنه مهم جدا في النظري وفي العملي. هنراجع مع بعض مراجعة سريعة لأن في على التطبيق أنا معاك إن ممكن الفالفولار هارت ديزيز مشروح بالتفصيل الممل فكبير قوي. فاحنا ما لا يدرك يعني هنحاول ان احنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، نحاول ان احنا نراجعه مع بعض النهارده بسرعه جدا بحيث ان يبقى عندك مصدر كبير قوي لو انت عايز بقى اللي هو هنتريش طب محلق في اجواء القاعه، بس في نفس الوقت يبقى في مصدر الى حد ما صغير برضو تذاكر منه. واهم حاجه زي ما اتفقنا قبل كده نحل اسئله، واحنا حل اسئله الفالفولار هارت ديزيز موجود على التطبيق، يعني جايز النهارده هنحل مع بعض برضو شويه، ولكن الحل النموذجي والاسئله كما ينبغي واسئله الكتاب الاسرع عيني كله هتلاقيه موجود على التطبيق فالفولار هارت ديزيز. والفيديو ده على فكره اتحط في المراجعه النهارده، يعني ممكن تدخلوا تشوفوه. ولكن قبل ما ابدا برضو قبل ما ابدا اراجع، انا يهمني ان انا استشف في المستوى العام. فنحل مع بعض السؤال ده كده، وانا حتى مش مجاوبه عشان نشوف المستوى العام هتجاوبوه ازاي. لو عرفتوا تجاوبوه يبقى انتم مستواكم كويس، نحل اللي بعده بحيث ان انا استشف المستوى العام واشوف هل ان انا ابدا معاكم نراجع ولا نحل اسئله بس، ولا نراجع بسرعه جدا وبعدين نحل اسئله. هنشوف دلوقتي. فكلكم فكروا كده في السؤال ده وتعالوا نقراه سوا ونشوف الاجابه تبقى ايه. مثل وانا شخصيا على فكره بالمناسبه لو بحط امتحان انا اجيب السؤال ده، لان السؤال ده الحاله دي انت ممكن تشوفها كتير جدا في حياتك. فلازم تبقى عارف ايه هو، والعيان يجي ياخد رايك اعمل ايه بالظبط لازم تبقى عارف. فهنا الاختيارات هو هيقول لك الاختيارات دي كلها هنختار ايه بالظبط، ايه رايك يا دكتور اعمل ايه، فلازم تبقى عارف كويس جدا. فهنبدا نتكلم نقرا بقى كده مع بعض الحاله، بدخل بس الناس كده. مستر ممدوح، واحد اسمه ممدوح، has history of moderate asymptomatic aortic stenosis، عنده moderate asymptomatic ايه يا جماعه؟ aortic stenosis. ماشي. And he is doing his daily activities كويس جدا وزود فتيج، بيعمل يعني ما فيش فتيج ولا حاجه وبيعمل الواجبات اليوميه بتاعته بدون اي مشكله. المهم بيقول لك ايه بقى؟ اللاست فولو اب، الفولو اب 6 مانس اجو من 6 شهور الدكتور القلب بتاعه told him that there is no current need for valve replacement. يعني بيعمل فولو اب لان طبعا هو عنده moderate aortic stenosis بس لسه ما بيشكيش من حاجه، حالة بقى هتشوفوها كتير قوي. فدكتور القلب قال له والله انت زي الفل، انت ممدوح انت زي الفل، ما تحطش الموضوع ده في دماغك، هشوفك كل 6 شهور بس انت دلوقتي انت مش محتاج فالف ريبليسمنت. 1 مانث اجو، لكن من شهر ايه اللي جد بقى؟ قال لك هي هاز اكيوت كورونري سندروم. حلو؟ فجاه جاله اكيوت كورونري سندروم، سواء بقى ام اي سواء انستيبل انجينا، المهم اكيوت كورونري سندروم. اند هيز كورونري انجيوجرافي ريفيلد مالتي فيسل ديزيز فور كابج. مالتي فيسل ديزيز فور كابج، طبعا مالتي فيسل يعني خلاص مش هينفع قسطره، يبقى ده لازم يروح يعمل كابج. يبقى هو كان زي الفل، عنده مودريت اورتيك ستنوزس، حاله تشوفها كتير، بيروح يتابع مع الدكتور بتاعه، قال له انت مش محتاج تعمل عمليه، لكن من شهر فجأة جاله ايه يا جماعة؟ اكيوت كورونري سندروم. المهم عملنا له انجيوجرافي طلع مالتي فيسل. يعني ايه مالتي فيسل؟ يعني الكورونري يعني طبعا لازم هيعمل كابج. انتوا واخدين بالكم؟ ويتش اوف ذا فولوينج از ترو ريجاردنج هيز مانجمنت بلان. فبيقول لك بقى دلوقتي يعمل ايه؟ فانا سايب لكم الحالة وانتوا قولوا، هل يعمل كابج اونلي؟ يعني يروح يعمل كابج بس زي ما الدكتور قال له، ولا يعمل كابج وبالمرة يعمل اي في ريبليسمنت يعني غير الصمام ان ذا سيم سيرجري في نفس العملية الجراحية، ولا يعمل تافي اللي هو بيعمل بيغير الصمام بقسطره زي ما انا قلت لكم قبل كده تافي او تيفر. وبعد كده بيقول لك according to his left ventricular systolic function، يعني ممكن نشوف الحاله بتاعت اللفت ventricular systolic function. symptomatic severe aortic regurg is the only indication for valve replacement، ده الاختيار الخامس. يعني لو معاه severe aortic regurg هو ده الاونلي indication for valve replacement. انا فتح لكم المايكات، ايه رايكم في حاله زي دي؟ الحاله على فكره مهمه جدا هتشوفوها كتير، ايه رايكم؟ نعمل كابج بس ولا يعمل كابج وبالمره يغير الصمام في نفس العمليه الجراحيه، ولا يغير الصمام بقسطره تافي، ولا according to his left ventricular systolic function، نشوف لازم الاول اشوف left ventricular systolic function، ولا اعمل valve replacement لو لقيت الاورتيك ريجيرجي ايه يا جماعه؟ very severe. انا فتح المايكات وقلت لكم انا عايز كام سؤال في الاول بي يا استشف، دكتور ايه رايكم؟ بي يا دكتور بي يا بي دكتور بي يا بي دكتور بي بي كابج واورتيك فالف. ده انتوا شطار ولا ايه يا جدعان؟ برافو عليكم، هي دي فعلا الاختيار الصح. ليه بقى؟ لان لو انتوا فاكرين لما كنا بنقول الانديكيشن اوف اورتيك ستنوزس كنا بنقول طبعا سيفير اورتيك ستنوزس
كنا بنشوف الجريدينت اللي اكتر من 50، كان في الانديكيشن حافظينها كويس جدا، لكن كان في قلت لكم انديكيشن ان ممكن العيان يبقى اسيمتوماتيك مودريت ومع ذلك يعمل اللي يغير الصمام امتى؟ لما يكون رايح يعمل عمليه ثانيه. ما دام بيعمل عمليه ثانيه في المنطقه دي زي ايه مثلا؟ اديتكم مثلا الكابج، بيعمل كابج يبقى على طول بقى بص يا ممدوح انت دلوقتي راح تعمل كابج بالمره هنعمل لك ايه؟ خصوصا ان الاثنين بيتعملوا من نفس ذات الايه يا جماعه؟ الميد لاين، زي ما احنا قلنا الميد لاين سكار قبل كده بيتعمل لما تشوف ميد لاين سكار على الحاله يبقى هو ايه؟ فالف ريبليسمنت او كابج. خلاص؟ فيبقى بالمنطق وبالسليقه وبالبديهه، انا ايه اللي يخليني افتح هنا واعمل كابج وبعدين اجي اقول له هتيجي الشهر الجاي افتح تاني واعمل؟ طب ما مره واحده وخلاص يبقى يا دكتور خلصني عمره واحده كلها وهي خناقه او خناقه واحده ونطلع منها وخلاص يعني. فالمهم يبقى فعلا السؤال ده كويسين، برافو عليك. طب نحل كمان سؤال كده عشان استشف في المسار عنه. يبقى السؤال ده خدوا بالكم السؤال ده مهم جدا، وانا شخصيا بقول لكم انا لو بحط امتحان ده اول سؤال يجي في دماغي في الفالفر هارت ديزيز، ده عندي اهم من اي حاجه ثانيه، ان انت تبقى عارف البلان، او لان انت كدكتور هتلاقي عيانين كتير جدا هيتصلوا بيك وياخدوا رايك في الحكايه دي، فتبقى عارف تقول له ايه بالظبط. طيب هنا نطلع كده مثلا شويه نشوف في اسئله، طبعا دي اسئله سهله كل دي محلول على التطبيق، فانا ده انا ما لغيتش الاجابات. ماشي نشوف سؤال نتناقش فيه مثلا. في السؤال ده مثلا 42 سنه، طب استنى انا عايز الغي الاجابه اعمل ايه عشان ما تشوفوش؟ طب ما حدش يتفرج يا جماعه يشوف الشاشه كده، المفروض يبقى فيه ثقه. خلاص هو بيقول لك هنا 42 سنه اولد وومن، واحده عندها 42 سنه عندها هيستوري اوف روماتيك فيفر وميترال ستنوزس الفالفر ديزيز مودريت، all of the following will result in elevation of left atrial pressure and potential worsening of lung function except. يعني كل الحاجات الاتيه هتزود الحاله سوءا، عارفين هي عندها ميترال ستنوزس، تعالى كده نرسم القلب كده عشان نكون فاهمين برضه، ميترال ستنوزس اهو وهنا الرئه اهي، خلاص هنا في البلموناري فينز اللي هم عددهم اربعه، فانت الحاله لو زادت سوءا الميترال سنوس هيضيق اكتر صح؟ ولما يضيق اكتر الضغط هنا هيزيد قوي، ولما يزيد هنا يقوم يحصل لانج كونجيشن ايه؟ اكثر عنفا، وبالتالي الست دي مش هتقدر تاخد نفسها، اعراض اللانج كونجيشن. هنا بيقول لك all of the following طبعا هيزود الحاله سوءا اكسبت، طبعا اكسبت ايه؟ وقلت لك في الحاله دي لازم تكتب للعيانه ايه؟ بيتا بلوكر. خلاص؟ بيتا بلوكر، ليه بيتا بلوكر؟ لاني انا عايز ان انا اعمل ايه في الدايستول؟ البيتا بلوكر هيعمل برادي كارديا يقوم يزود الدايستول، لما بيزود الدايستول فتره الدايستول يدي فرصه اكتر ان الميترال يفضي، تقوم اللانج كونجيشن يخف، وبالتالي هيحصل ايه؟ الاعراض تهدى شويه. لو جينا نشوف الحاجات الثانيه كلها بتعمل ايه؟ تاكي كارديا، وبالتالي لما بتعمل تاكي كارديا الدايستول فتره زمنيه هتقل، وبالتالي اللانج كونجيشن هيزداد سوءا، وبالتالي الانيميا البريجنانسي ان انت تجري على التريد ميل كل ده هيزيد الحاله سوءا، يبقى هو طبعا بيتا بلوكر، وعشان كده قلت لكم العيان ده بياخد ايه؟ بيتا بلوكر قبل كده. كنا قلنا المهم انا عايز بقى عشان نلحق النهارده عشان برضو ما اطولش عليكم، لان الاسئله دي كلها هتلاقوها متجاوبه على التطبيق، والتطبيق الفيديو بتاع الحاجات دي موجود دلوقتي على في المراجعه، تفتحوا المراجعه هتلاقوا الام اس كيو بتاع الفالفرال هارت ديزيز، لكن عشان ناس كتير قوي اختاروا الموضوع ده بالذات عشان اراجعه بسرعه جدا، لان هو فعلا مشروح يا جماعه في على التطبيق في 6 محاضرات، لان شرحه بالتفصيل المهم، لانه مهم جدا نظري وعملي ومهم جدا في الحياه كمان، وانا اتعمد اشرحه وانا باصص على الـ3 ابعاد دول. فدلوقتي بقى هنراجعه، وانا شعاري في الحياه دلوقتي هي درجتي مذاكره بدون الم، يعني جايز دلوقتي انا مش شايف بقى غير هي درجتي مذاكره بدون الم بس، اللي هو تذاكر بسرعه جدا 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 كام نقطه كده وحل اسئله ام اس كيو وخلاص. خلاص اللي ذاكر بقى وفهم ده كان من اول السنه، انما دلوقتي انا هي درجتي مذاكره بدون ايه؟ مذاكره بدون الم، فنشرح الموضوع بسرعه جدا جدا جدا. وبينه وبينكم لو انت عايز تذاكر موضوع الفالفرال هارت ديزيز هو مهم جدا في العملي، انتوا اكيد عارفينه في العملي كويس، ولكن ذاكر السكيم بس، ولما بعد ما تذاكر السكيم في بعض النقط كده اللي تبص عليها، تبص على حاجات معينه هنقولها دلوقتي في الميترال فالف برولابس مثلا، في الاورتيك ستنوزس، في الاورتيك ريجرج، حاجات معينه، لكن بسرعه جدا نقول السكيم، وبرده السكيم يا جماعه مشروحه في التطبيق، فانا هقولها نسترجعها مع بسرعه مع بعض. يعني مثلا في الاول الاتيولوجي، الاتيولوجي مش هراجعه، مشروح كويس جدا، لكن كنا في الاول مثلا بنقول ان اي مرض، اي فالفرال هارت ديزيز في روماتيك، هو ده طبعا الموست كومن ولازم تقوله في الاول، انا بتكلم عن الصمامات اللي في الشمال خدوا بالكم. ففي روماتيك، في كونجينيتال، في كولاجين ديزيز معايا، بس اهم حاجه طبعا روماتيك. في عندنا كمان بقى لو هو حبي صعب، بص لو انت طالب دول يا ابني
ولا كارسينويد سندروم ولا الحاجات دي خالص. انما لو انت اللي هو عندك فراغ عاطفي رهيب، في الحاله دي بقى ومذاكر الكارسينويد سندروم وهتلاقي ان شرحه على التطبيق كويس. خلاص، كارسينويد سندروم ده كان مهم ليه بقى؟ لان خد بالك، شايف السيناريو اللي انا كاتبه هنا ده؟ السيناريو ده مهم جدا جدا. يجي يقول لك ايه بقى؟ يجي يقول لك واحد عنده فلاشنج، ما انت عارف الكارسينويد سندروم ده بيبقى نتيجه ان التيومر بيطلع مواد معينه زي مثلا السيروتونين، بروستاجلاندين، برادكاينين، واهم حاجه السيروتونين. السيروتونين هيعمل ايه؟ يعمل فلاشنج، يعمل دايريه. وخدوا بالكم بقى ان الكارسينويد سندروم يعمل فالفولار هارت ديزيز في الجانب الايمن من القلب. لما انا قلت لك، لما يجي واحد يقول لك هي فالفات اللي في اليمين، ابدا شك في الامتحان انه ممكن يبقى ايه؟ من اخواننا المدمنين، اخواننا المدمنين. لكن ده يبقى، وهيجي يقول لك في الحاله دي عنده مثلا ماركس في دراعه، عنده علامات في دراعه عشان يقول لك ان هو دراج ابيوز، او انه ممكن لو حد بيبقى يصعب قوي، هي صمامات اللي في اليمين خصوصا طبعا الترايكاسبيد، وبعدين يجي البالمونري، يبقى ممكن لو حد يصعب شويه يقول لك وعنده فلاشنج وعنده دايريا. وانا شايف ان ده اصعب ليفل في اسئله الفالفرال هارت ديزيز في الاتيولوجي. معايا ولا مش معايا؟ طبعا الاسئله السهله بقى انه ممكن يجي يقول لك يبقى اذا النهارده هتكلم عن الشمال، لكن لازم اكون عارف ان اليمين تشك في اخواننا المدمنين، اليمين بيبقى موست كومن في اخواننا المدمنين، وكمان في الجماعه اللي عندهم ايه؟ كارسينويد سندروم. وبالمناسبه السؤال ده ممكن يتسال وانت على حالتك في العمل، بيدردش معاك نظري، قام قايل لك هو المرض ده مثلا بيعمل روماتيك، طب هو الروماتيك ياخد صمام ايه؟ تقول له طبعا مات بي اللي هو الميترال ثم الاورطه، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. يقول لك امال ايه الامراض اللي تاخد اليمين الاول؟ قول له يا دكتور لو حضرتك من اخواننا المدمنين هيجي لك اليمين الاول. يقول لك يمين زي ايه؟ قول له ترايكاسبيد وبالمونري. يقول لك مين اكتر؟ قول له طبعا الترايكاسبيد، لانه هيعدي على الترايكاسبيد فالف الاول قبل البالمونري. معايا ولا مش معايا؟ طب والكارسينويد نفس الحكايه برضه، الكارسينويد بيبقى بقى معاه ايه؟ قلنا فلاشنج ودياريه، وبيبقى فيه كمان الصمامات اللي في اليمين. المهم لو انت طالب دورس يا ابني في التوقيت ده من السنه وقاعد في الحياه ولسه بتذاكر الفالفرال هارت ديزيز لاول مره، اشطب على طول على الكارسينويد، انت مش بتاع كارسينويد. ولو قال لك كارسينويد قول له دكتور والله ما اعرفش كارسينويد ايه علاقته بالفالفرال يعني. وريلاتيف بقى شرحناها كويس قبل كده، لو كان المرض ريجيرج هتزود كمان انفكتيف اندوكاردايتس والسيرجيكال، ولازم تبقى عارف الانفكتيف اندوكاردايتس اللي بيعمل اصلا ريجيرج. عارفين بقى الفيجيتيشن قليله الادب كانت بتنط على الفالف تخرمه او تأزأز في الكوردة تنديني، انت واخد بالك؟ فتلاقي في الاخر حصل ايه؟ حصل ريجيرج على طول. يبقى ريجيرج او سيرجيكال، عندك ستنوزس دخلت تعمل عمليه قلبت بريجيرج، ماشي. لكن كنا في كل مرض بنزود سببين، والسببين دول هما اللي هيجوا لك في الام اس كيو. يعني مثلا في الميترال ستنوزس كان في كاري كومب ميرمر وكان في اوست انفلنت ميرمر. ايه الكاري كومب ميرمر ده؟ كاري كومب ميرمر اللي هو الروماتيك فيفر، المفروض ان هي بتجيب لك ميترال ستنوزس بعد الاف السنين بفعل الفايبروزس، لكن اثناء الاتاك روماتيك فيفر يعني انفلاميشن، انفلاميشن يعني اديما، تقوم الاديما تورم الصمام شويه فيبقى ضيق. هذا الضيق هيزول ريفرسيبل لما تقف في الشمس شويه والاديما تتبخر، صح ولا غلط؟ انما ويظهر تاني بعد 15 سنه بقى الميرمر اللي هو الفايبروزس بقى اللي هيعمل فعلا ميترال سنوزس حقيقي. انما الكاري كومب يعتبر ريلاتيف ميترال سنوزس لانه بفعل الاديما اللي لن يلبث ان يزول، الذي سوف مش عارف اللي هيزول في الاخر لما تقف في الشمس شويه تقوم الميه تتبخر. في عندنا الاوستن فلنت ميرمر، الاوستن فلنت ميرمر اللي هم الجماعه اللي عندهم ايه بقى، حد يقول اللي عنده اورتيك ريجرش. لان انت لو عندك اورتيك ريجرش، انا برسم رسمه مجازيه يعني، هو الاورطه مش من هنا، لكن لو عندك اورتيك ريجرش هيقوم تيار دم يرجع كده. لما يرجع كده طبعا الرسمه دي مش مظبوطه، لان هو المفروض ان الاورتيك ريجرج بيرجع يسد الانتيروميديال، الضلفه الانتيروميديال اللي هي من جهه دي يعني. المهم، يعني المهم الفكره ان في ضلفه هتتسد، يعني انت هتيجي تفتح كده في الدايستول، مش هتفتح كده بقى انما هتفتح كده بس. طب والضلفه دي التيار الدم مخليها ما تتفتحش، وبالتالي الناس اللي عندهم اورتيك ريجرج ما تستغربش كتير لما تسمع ميرمر اوف ريلاتيف ميترال استنوزس، واحيانا يبقى مسموع اكتر من اورتيك ريجرج كمان، لان الاورتيك ريجرج بيبقى سوفت بلوينج قوي، فلازم تبقى ودنك حلوه قوي عشان تسمعه. فاكر لما جينا كده قلنا تيجي تسمعه كده في الاورتيك اريا، بعدين تيجي ساعات تسمعه في الايبكس، يسمع في الايبكس تحت تلاقي الصوت عامل ازاي. فاكر لما قلت لك اللاب دب هو في اول الدايستول بيبقى فيه سوفت بلوينج، اللي هو بدل اللاب دب تسمع لاب ده لاب ده، وانت طالع تلاقي لاب ده لاب ده، تطلع بقى فوق هنا كده تلاقي لاب ده لاب ده لاب ده، اللي هو في اول الدايستول بيبقى، او فوق شويه طبعا بيزيد يبقى، في الاطفال بيبقى خ او خ بس مش هو مش عامله. المهم يعني ده كده اللي هو الاوستن فلنت ميرمر. في عندنا
الاورتيك ستنوزس تبقى برضو عارف السببين كالسيفيكيشن، وطبعا ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك ستنوزس اي اتش اس اس، او اللي بتسميه طبعا الهوكم، عارفين الهوكم قبل كده. طب لو كان المرض ميترال ريجيرش هنزود ايه؟ ميترال برولابس، وده هنقوله لوحده باسبابه كمان شويه، وبابيلاري ماسل ديسفانكشن اللي احنا قلناها قبل كده بتحصل في المايوكاردال انفاركشن، تحصل في الانفكتيف اندوكارديتس. ولو كان المرض اورتيك ريجيرج هنزود حاجتين مهمين جدا اللي هم السيفلس والديسكتنج اورتا. والسيفلس ده كان مهم لانه بيجي في الام اس كيو حاجات معينه هنقولها دلوقتي. خلاص الهيمودينامكس هرسم الهيمودينامكس بسرعه جدا جدا وهي مشروحه عندكم بقى، بس برضو نرسمها بسرعه جدا. بص يا اولاد، هيمودينامكس برضه هنرسم الاول جديد لان ما كنتش عامل حسابي ان احنا نشرح الموضوع من اوله قوي يعني. ده كده القلب اهو خلاص، وبعدين في عندنا الرئه اهي واضح، وبعدين هنا البالمونري فينس وهنا البالمونري ارتري خلاص، ونبدا بقى نشوف ايه اللي بيحصل. اي صمام طبعا فاكر لو انا قلت لك الهيمودينامكس لا تحفظ ولا تفهم ولكنها ايه؟ تستوعب. يعني ايه ولكنها تستوعب؟ يعني انا دلوقتي عندي ميترال سنوزس اهو، ما تقول ده انت لو عندك خليتين مطر في دماغك تقدر تالف كل حاجه بقى. عندك ميترال سنوزس اهو، حد يقول الدم اللي هنا في الليفت اتريوم مش هيعرف ينزل خلاص، وما دام مش هيعرف ينزل هل بيتبخر؟ لا، هيستنى هنا في الليفت اتريوم، فيبقى اول مرحله ليفت اتريال بريشر بيعلى. وقلت لك ان المرحله دي الست ممكن ما تشتكيش من حاجه خالص، وممكن تبدا تشتكي افتر انفورميشن بعد ما بتعرف ان عندها ميترال سنوزس، لان بينه وبينك لو الضغط عالي شويه في الليفت اتريوم ولا حاجه يعني. واضح؟ طيب وبعد كده لما الدم يستنى هنا كتير كتير يجي الدم راجع من اللنج فين ما يعرفش يدخل، يقوم يعمل المرحله الثانيه اللي اسمها اللنج ايه؟ كونجيشن. انت واخد بالك؟ يبقى المرحله الثانيه بيبدا يحصل بالمونري ايه؟ كونجيشن. طب المرحله الثانيه بقى بالمونري كونجيشن، يبقى المرحله الثالثه ايه؟ تخيل انت عندك اشاره مرور وقفت هنا كده، وقفت وقفت وقفت، والاشاره احنا عندنا في مصر في اشارات ما بتفتحش غير مرتين في الاسبوع، هتلاقي الاشاره وقفت 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 وقفت، تلاقي العربيات بعد ما كانت واقفه في اول الطريق بقت واقفه هنا في اخر الطريق، وهو اخر الطريق ايه غير البالمونري ارتريولز. ولما العربيات تبقى كتير في البالمونري ارتريولز يحصل ايه بقى؟ رعب. وانا يوميها قلت لك ارسم جمجمه وعليها عظمتين، بالمونري هايبرتنشن. وقلت لك ان البالمونري هايبرتنشن كنت قلت لك فيه اربع اسباب يخلوا الكونجيشن يعمل بالمونري هايبرتنشن، ارجع بقى شوفهم على التطبيق، اربع ميكانيزمات فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ فاكرينهم. اول واحد فيهم كان باسيف، تاني واحد فيهم كان رياكتيف، حاجه كده ريفلكس، البالمونري كل شويه يقفش ويفك لحد ما في مره يقفش وما يفكش نسميها اوبستراكتيف، او ممكن تيجي جلطه بقى ويحصل بالمونري امبوليزم يعني. فالمهم يبقى رقم واحد ليفت اتريال بريشر، رقم اثنين بالمونري كونجيشن، رقم ثلاثه بالمونري هايبرتنشن، ورقم اربعه السكه ممهده لا محاله نحو رايت سايدد هارت ايه؟ فيلير. هل في الميترال سنوزس يحصل ليفت سايدد هارت فيلير؟ الاجابه لا، ما بيحصلش ليفت فنتريكولار فيلير، كل اللي حصل ليفت اتريال بريشر بس هو اللي عيني عمل ليفت اتريال فيلير، وده ما يعتبرش ليفت سايدد هارت فيلير، لان الليفت سايدد هارت فيلير من وجهه نظري اللي هو ليفت فنتريكولار فيلير. هل بيحصل؟ لا ما بيحصلش، ده بالعكس الليفت فنتريكل في عيان الميترال سنوزس ما تهنش لان بينزل له شويه دم صغيرين قوي، فما تهنش يعني. الليفت فنتركل في العيان ده احسن من الليفت فنتركل بتاعك، حتى كنا شبهناها تشبيه كده بس لا داعي ان انا اقوله تاني عشان برضو ايه اللي بالي بالكم ما يزعلوش منش. ده الميترال سنوز. طب الميترال ريجرش؟ ما هو نفس الكلام بقى، ما انت افهم الميترال ريجرش اهو، هات يا عم يعني، او اهو ميترال ريجرش الفه. اللي يذاكر هيمودينامكس ده يبقى قاعد قوي في الحياه، ده يبقى واحد اي كيو شمبانزي عمال يذاكر ويحفظ وينسى ولا هو فاهم حاجه، لان الميترال ريجرش انت عندك خليتين مخ في دماغك الف بقى. يعني ايه ميترال ريجرج؟ يعني شويه دم قلالات الادب، قلالات الادب اثناء السيستول، المفروض السيستول الدم يطلع كده، لكن اثناء السيستول تلاقي دم شويه دم قلالات الادب قاموا فوتوا رجعوا هنا. ايه ده؟ ده لما يرجعوا هنا يقوموا يزودوا الضغط في الليفت اتريوم، ولما الضغط يزيد في الليفت اتريوم يحصل لانج ايه؟ كونجيشن. نفس الكلام اهو، واللانج كونجيشن هيعمل ما احنا عارفينه بيعمل بالمونري هايبر تنشن، والبالمونري هايبر تنشن هيعمل ايه؟ رايت سايدد هارت فيلير. صح، ده نفس الكلام اللي كان في الميترال سنوزس، بس في فرق ان شويه الدم قلالات الادب اللي طلعوا دول هينزلوا في اول ما يفتح بقى في الدقه اللي بعدها، يوم اول ما ينزلوا يعملوا لك فوليوم اوفرلود على الليفت فنتركل. معايا ولا مش معايا؟ يقوم يحصل، ممكن يحصل ليفت سايدد هارت فيلير. شفت بقى؟ ليفت سايدد هارت فيلير. وانا قلت لك يوميها
ان كل الفالفولار هارت ديزيز كلهم بيعملوا ايه؟ يعملوا يزودوا الضغط في الليفت اتريوم، يعملوا لانج كونجيشن، يعملوا بالمونر هايبرتنشن، يعملوا رايت سايدد هارت فيلير، لكن كلهم بيعملوا ليفت سايدد هارت فيلير ما عدا الميترال ستنوزس. وده سؤال طبعا ممكن يجي في الامتحان. اورتيك ستنوزس، اورتيك ريجيرج، نفس الكلام بقى. يعني انت شغل دماغك وروح شوفه بقى، هتلاقيني شرحه بالتفصيل، بس برضه نفس الفكره، معايا ولا مش معايا، شوف الليجن فين واتكلم وانت فاهم كويس جدا. اصل هيمو داينامكس يعني ايه يا جماعه؟ هيم يعني دم، داينامكس يعني حركه، حركه الدم الناتجه عن الاصابه بهذا المرض. وانت يا ابني ده انت لو عندك خليتين مخ في دماغك تقدر تقولها. عشان كده انا ما بحبش ابدا الطالب اللي افتح كتابه الاقيها ايه؟ الاقي واحده ملونه في الهيمو داينامكس، وملونه بقلمها الفسفوري، ولوني يا الفت وعماله تلون، دي بعرف على طول ان هي مش فاهم حاجه. لان انما الطالب بقى اللي اشوفه تحت كلمه هيمو داينامكس شاطب كده وكاتب لا تحفظ ولا تفهم ولا تستوعب كمان، يعني تاخد بالك يعني ايه اصلا مش مستاهل، ولاقيه شاطب كده بعرف ان طالب ده طالب غير عادي في زمن ايه؟ غير اعتيادي. طب نرجع دكتور معلش بعد اذنك، اه معلش لو سريعا بس تفكرنا علاقة الام اس بالاي اف. بالاي اف. هو لو اول حاجه، اول حاجه الميترال سنوز هو السبب الرئيسي اللي بيعمل اترال فايبريليشن. ليه؟ لان اصلا بدايه شكوى عيان الميترال سنوز تبقى ايه؟ ليفت اتريوم، ليفت اتريوم بريشر، فانت ضاغط على الليفت اتريوم. لما بيحصل ليفت اتريال دايليتيشن هو ده اللي بيلعب في النبضه الكهربائيه نفسها، بيحصل خلل في مرور النبضه الكهربائيه، لان الليفت اتريوم انت ايه؟ وسع والضغط فيه جامد قوي، فبيحصل خلل في النبضه الكهربائيه. تقوم انت تقول لي طب ما هو لو حصل في الليفت فينتركل كده في اي مرض تاني ليه ما بيحصلش؟ لان الفينتركل مصمم ان هو يستحمل اكتر من الاتريوم بكتير. الليفت فينتركل عمر ما هيحصل فيه اريزميا الا في الامراض الخطيره بقى، اللي هو حصل اسكيميا، مايوكاردال انفاركشن او كده. انما في الميترال سنوزس يحصل اترال فايبريشن. ليه؟ لان بكل بساطه الليفت اتريوم كبر شويه. انت واخد بالك؟ في تفسير تاني بس انا مش عايز اقوله لكم، لانه بوست جراديويت ولانه اصعب شويه، ان دلوقتي المتهم الاول والاخير للاترال فايبريليشن مش في القلب خالص على فكره. يعني دلوقتي العمليات تخيلوا ان جات لهم فتره هم بيعالجوا الاترال فايبريليشن، كان بيقعد يدخل هنا يحقن هنا ايه شويه حاجات كده يقفلها عشان الثرومبو امبوليزم اللي بتحصل. لحد ما فكروا في حاجه، لقوا ان من اسباب الاترال فايبريليشن الرئيسيه تخيلوا ايه؟ البالمونري ساينس اللي موجوده في البالمونري فين. يعني في ساينس هي اللي بتعمل اريتيشن موجوده في البالمونري فين هنا. انت واخد بالك؟ فبيترال سنوزس عشان حصل ليفت اترال بريشر وعشان كمان حصل كونجيشن في اللنج، في اللنج فين، في البالمونري فين، بدا يحصل اترال فايبريشن. عشان كده عيانين ميترال سنوزس، الميترال سنوزس هو السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل ايفب او اتريال فايبريليشن. يعني لو تفتكر كان جمله موسيقيه ميترال سنوزس اند السبب الثاني ايه؟ ثايروتوكسيكوزس. عشان كده في الايفب اول حاجه بنعملها ايكو عشان نكتشف الميترال سنوزس. تقريبا معظم الناس اللي عندهم ميترال سنوزس هتلاقي عندهم ايفب. ده كده اللي هو الهيمو داينامكس. ندخل بقى بعد كده نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. كان في الكلينيكال بيكتشر الحته دي مهمه جدا. الكلينيكال بيكتشر طبعا هيمو داينامكس ماشي، بس خد بالك بقى ميترال سنوزس تفتكر ام اس، تقوم تفكرك بحاجتين، حاجه بالام اللي هي مالور فلاش، ودي بتحصل في المرحله الثالثه لما بيحصل بالمونري هايبرتنشن وبتيجي في الام اس كيو، والاس اللي هم اربعه ستيجز اللي انا قلتهم من شويه. اورتيك ستنوزس دي اهم واحده في الام اس كيو. ليه؟ لان اسمه اورتيك ستنوزس، تفكرك بانجينا وسينكوب. يبقى انا لو جيت في الكيس وقلت لك ايه؟ واحد عنده مستر ممدوح عنده حاجه و30 او حاجه و40 سنه بيشتكي من كونجست هارت فيلير وعنده انجينا وعنده سينكوب. بص من الاخر ما تفكرش هتطلع الحلقه اورتيك ستنوزس. خلاص؟ يبقى انجينا وسينكوب على طول يجي صدى صوت في الامتحان يقول لك ايه؟ اي اس اي اس اي اس، وهو الاورتيك ستنوزس ايه؟ غير اي اس. اني اورطه يعني اي مصيبه في الاورطه سواء ستنوزس او ريجيرج، اني اورطه اصلا تعمل انجينا اي او اي، اني ريجيرج تعمل ايه يا جماعه؟ زي الاورتيك ريجيرج او الميترال ريجيرج، اي ريجيرج هتلاقي فيه لان فيه فوليوم اوفرلود، فهتلاقي فيه ايه؟ جنرال ثروبنج وبالبيتيشن. فانا قلت لك اي ريجيرج في الدنيا على طول تعرف ان جسمك بينبض، انت واخد بالك، وبيحصل كمان ايه؟ إيه اسمها بالبيتيشن وجنرال ثروبنج. العيان يقول لك قلبي بيرزع في المخده جامد وجسم كله ينبض وما الى ذلك. اورتيك ريجيرج بقى في بريفرال ساينز اللي طبعا خدتوها في العملي وقلنا كتير قوي، اللي هم تسع ساينز، ثلاثه في الرقبه، ثلاثه في الايد، ثلاثه في الرجل. وده طبعا دول ايه؟ شفتوهم اصلا وحسيتوهم وكل حاجه. حتى الووتر هابر بالس لو تفتكروا كان في عيانين اتنين كان عندهم الاورتيك ريجيرج شفتوهم،
ودايما كنا قلنا التكه في الكلينيكال لما يجي يقول لك شوف الوتر هامر بالص، ان انت دايما بتبقى واقف على يمين العيان، لما يقول لك شوف الوتر هامر بالص في ايده الشمال لازم تروح تقف على شمال العيان. قلت لك دي تقريبا المره الوحيده في الكارديولوجي اللي لازم تروح تقف ايه؟ على شمال العيان. المهم يعني في الاورتيك ريجرش لازم نزود البريفرال ساينز، ودول بالمناسبه هنراجعهم كمان شويه اما نوصل للاورتيك ريجرش. تعالوا بقى لاهم حاجه، الكاردياك اكزامينيشن. الكاردياك اكزامينيشن خد بالك لما انا كنت بشرحها في اول السنه انا كنت بتعامل معاك، كنت قاعد في الحياه معلوماتك عن الكارديولوجي نفس معلوماتك عن اللغه الصينيه، انما دلوقتي انا بتعامل معاك وانت خلاص ذاكرت كارديو وشفت عملي وشفت حالات، فالامور هتبقى اسهل كتير قوي. فدلوقتي هتبقى فاهمني وانا فاهمك والامور هتمشي بسرعه جدا، لكن هنركز على كام نقطه كده. اول حاجه انسبكشن وبالبيشن قلنا بيتعمل سويا في عمل الكارديولوجي، صح؟ انسبكشن وبالبيشن هتعمل مع بعض. فالمهم بقى عايزك تعرف انت في البالبيشن، طبعا انتوا عارفين بقى في العمل بنمشي ازاي، بنبص على ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده، لكن انا دلوقتي هركز على الايبكس بقى. في الايبكس في الميترالستنوزس، ميترالستنوزس بيبقى سلابنج ايبكس، حتى اس واس ما ينفعش في التوقيت ده من السنه اقول كده، لان انت عارف بقى ميترالستنوزس يبقى سلابنج. يعني ايه سلابنج؟ يعني تيجي تحس الايبكس كده تقوم تلاقي الايبكس ايه يا جماعه؟ خبطه سريعه وضعيفه. نفسي اعرف مين ابن اللذينه اللي سمى الاسم ده. راحوا في قهوه العلماء سنه 1900 وخشبه، فلقينا قلنا اللي بتاع الاسامي حاجه سريعه وضعيفه نسميها ايه؟ فحد يفكر كده، واخد نفس عميق، ولا يمكن المصطلح ده يطلع الا من واحد كان قاعد على قهوه العلماء وبيشيش، واخد نفس عميق طلع حاجه سريعه وضعيفه، سريعه وضعيفه، اقلام زي الاقلام بالظبط. قلنا له ايه؟ قال لنا الاقلام، هو الالم بيبقى سريع وضعيف، طب ممكن تمسك واحد وفي نفس الوقت ما فيش حد هيموت من بسبب الم، يعني طب ممكن تموت بسبب بوكس، ممكن تموت بسبب شلل، انما الم لا. فالمهم سريعه وضعيفه هو الميترالستنوزس، وطبعا عارفين ليه، خصوصا بقى ان الالم بيمتاز ان هو سريع وضعيف وبيطرقع. تقول لي ايه بيطرقع دي؟ اقول لك يبقى انت نسيت بقى، لما بتحط ايدك كده وتحس الايبكس، كنا حسينا وشفنا عيانين كده فعلا لما بتحط كده تقوم تلاقي ايه؟ تلاقي الاس 1 عاليه قوي لدرجه ان هي بتطرقع في ايه؟ بالبابول فيرست هارت ساوند. مش انا قلت لك في العملي؟ بص يا جماعه انت هتدخل في حاله العملي بتبقى عارفها. خلاص؟ وعارفها مش عارفها انت، ده انا حتى قلت لك انت لازم تبقى فاهم كويس، لان الدكتور اللي بيمتحن ده مش كليه زراعه قسم زخرفه، هو عارف اللي فيها وعارف اللي بيحصل ايه بالظبط، وعارف متعادين الحالات بيعملوا ايه وبالكلام الفارغ اللي بيحصل ده. انما هو هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا انت حافظ ان هو الفيرست هارت ساوند عالش. خد بالك الحته دي اهم كلمه في الموضوع، ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. الميترال سينوزس يا اخوانا، اولا الفيرست هارت ساوند انت عارف ان هو عالش، والدكتور عارف ان انت عارف ان هو عالش، واخد بالك؟ هيقوم رافع نظارته ونافخ دخان سيجاره في وشك وهيقول لك هو عرفت منين ان هو عالش؟ هنا في اجابتين، اجابه مستفزه لا انصح بيها، ان انت تقول والله دكتور عرفت ان هو عالي من خبرتي في الحياه، لا الفيرست المره دي لوبتك لوبتك، لا خبرتي في الحياه وفي الحالات الكتير اللي انا بشوفها عالج. الاجابه دي انا ما انصحش بيها، انما الاجابه الصح قول له يا دكتور تعالى حط ايدك كده، تعالى ما تكسفش حط ايدك، يحط ايديه كده قول له حسيت بايه؟ في نقره، نقره بالبابول فيرست هارت ساوند. خد بالك الحته دي مهمه ليه؟ لان والله العظيم وانا بحلف لك بالله، حالات الميترال سينوزس اللي بتدخل في الكليات على مستوى جامعات مصر كلها حاليا ما فيهاش ولا مرمر مسموع، تخيل. يعني كل حالات الميت اللي هو اللي انا هشرحه دلوقتي هو انه رامبلنج مرمر يمتاز بانه مد ستوليك بريس ستوليك، كلكم حافظين الكلام ده، ومش عارف بيزيد لما يجي شمال وبيزيد لما بيجي، كل ده كلام جميل جدا. انا بقول لك اهو ولا حاله انت تسمع مرمر، في حالات اطفال بس تسمع فيها، انما في الكبار مفيش. تقول لي ايه ده؟ ما الميترال سينوزس هنعرفه ازاي؟ هقول لك هي حاجه واحده بس، ان الفيرست هارت ساوند عالي، وغالبا الحاله اللي هتجي لك هتبقى دبل ميترال، تسمع الميترال بتاع الميترال ريجرش وتس. طب الميترال ريجرش المفروض الفيرست يبقى ايه؟ مافلت، يبقى ضعيف. طب لو لقيته عالي يبقى شك ان هو ممكن يبقوا الاثنين مع بعض، ميترال سينوزس وميترال ريجرش. يبقى خد بالك من الحته دي مهمه جدا. يبقى الميترال سينوزس انا بقول لك اهو الحاجه الوحيده اللي انت هتشوفها والله العظيم اللي انت هتسمعها هي بالبابول فيرست هارت ساوند اللي ما يطلق عليها سلابنج ايبس، وعلى ضمانتي والله اكتب كده احلف والله الميرمر مش هنسمعه، اللي هو انت قاعد هنفضل نقول فيه انت مش هتسمعه، مش هيبقى موجود اصلا. ما في، انا ما شفت الحالات اللي بتدخل ما فيش ولا حاله فيها مد لحد دلوقتي، يعني ما فيش، فخلاص يعني فمش هيجيلك. اورتيك ستنوزس، اورتيك ستنوزس يبقى ساستيند ايبس، واخد بالك؟ ساستيند يعني ايه؟ ساستيند يعني ساستيند،
يعني خبطه ايه ساستيند كده قويه قوي بس هو بطيئه، انت واخد بالك؟ فساستيند دي بتحصل في الاورتيك ستنوزس، وطبعا معروف ليه يعني. اي بقى اورتيك ريجرج او ميترال ريجرج، ريجرج في فوليوم اوفرلود زي ما قلنا، بيبقى فيه قلبك بيرزع جامد وبيخبط من فرق يبقى على طول هايبر دايناميك سيركيليشن، هايبر دايناميك ايبكس اللي هي بتبقى خبطه قويه وسريعه، بتلاقي خبطه قويه وايه وسريعه. وانا قلت لك قبل كده وده مقبول في الامتحان، ان انت احيانا ممكن ما تعرفش تحدد هو ساستيند ولا هايبر دايناميك، هل هي قويه؟ اه تقدر تحدد، انما سريعه ولا بطيئه تخيل ان ممكن تلاقيها كده مش واضحه قدامك، ما فيش مشكله. يبقى اذا الاورتيك سنوزس بيبقى ساستيند، اورتيك ريجيرج وميترال ريجيرج بيبقى ايه يا جماعه؟ هايبر دايناميك. فاذا دول الثلاث حاجات. انا عايزك تفتكر كويس جدا ميترال سنوزس بالذات، لان حالات الميترال سنوزس مش هيبقى فيها حاجه الا سليبنج ايبس، ولا تسمع مرمر، وطبعا طالب في سنه خمسه او رابعه عمره وايت كوتد موفينج مايكرو اورجانيزم، عمره يعني ما هيسمع اوبننج سناب يعني، يعني احنا بنهرج بقى، انت واخد بالك؟ اللي هو يقول لي اوبننج سناب، لا ده احنا كده بقى ايه، دخلنا في خيال علمي بالنسبه لطالب. زي بالظبط يا جماعه الطلبه اللي تلاقيه في العملي يجي يقول لك وانا سامع ميد ستوليك بري ستوليك ميرمر وحياته، او يعني او يقول لك ميد ستوليك ميرمر. انا ما بحبش كده خالص يا جماعه، لان انت كده بتشتغلني، لان انت مش ايكو يعني. انا احب الطالب اللي هو حتى يبقى عارف بس يجيبها على مراحل، يعني اقول له يا دكتور هو سيستوليك ميرمر، يا راجل ده انتوا كان فيكم طلبه واحنا قاعدين عن حاله ما كانوش بيبقوا عارفين هي سيستوليك ولا دايستوليك اصلا، ونقعد نعمل تايمنج واخد بالك هما مع بعض ولا ضد بعض، فاكر الكلام ده؟ ومع ذلك تلاقي طالب يدخل الامتحان، ما انت انا مش هندي برضه، مش مهرجه هندي، يقول لك وان الاورتيك سينوزس ميد سيستوليك ميرمر، انت مش ايكو يعني، عارف ان هو ميد سيستوليك، انت متخيل؟ والله كنت اقول لفظ ما يصحش تلف محاضره محترمه دلوقتي، فخليك ذكي، قول له ده يا دكتور سيستوليك ميرمر فيبقى كذا، انت واخد بالك؟ بس كده، مش لازم تقول بان سيستوليك ولا ميد سيستوليك، ولا انت لو عرفت ان سيستوليك يبقى كويس، دايستوليك يبقى كويس، وهكذا. فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني خليك العملي ده مسرحيه، فمثلها كويس، ما تبقاش اللي هو مثلها باحترافيه بقى، خلاص؟ طيب ندخل بقى بعد كده البركشن، اي كلام البركشن وجايز مش مهم، وان كان يعني لو قال لك فيه ايه قول له والله يا دكتور كلهم بيعملوا بالمونري هايبرتنشن، فلو خبطنا على البالمونري اريا هنلاقي فيه ايه؟ دالنس، دي مش مهمه قوي. الاوسكالتيشن بقى، تعالى اول حاجه النورمال هارت ساوند، اس 1 بيزيد في الميترال سينوزس بيقل في الميترال ريجكشن. وانا قلت طب لو لقيته خد بالك بقى الميترال سينوزس هو بيزيد، امتى يقل؟ ممكن يقل لو دبل ميترال، هذا لا يمنع ان كل حالات الدبل ميترال الفيرست بيقل، لا انا قلت لك ممكن يبقى دبل ميترال تسمع الميترال ريجرجن ميرمر زي الفيرست عالي بتحصل يعني، انما ممكن الميترال سونوس ما يعليش الفيرست هارت ساوند في الدبل ميترال، او لو في بقى كالسيفيكيشن، لان كالسيفيكيشن هيخليه يقفل بتقل كده، خلاص. الاس 2 بقى طبعا ممكن يبقى عالي شويه البالمونري كومبوننت في لو حصل بالمونري هايبر تنشن. الاديشنال ساوندز يهمني في الميترال سنوزس والاوبننج سناب شارحينها، بص المحاضره الثالثه في بتاع التطبيق بدايتها اوبننج سناب، وقال بقى المركب الشراعي، ولما قلنا ممدوح وميرفت وصوت المركب الشراعي اللي حصل لما كنت بتزوغ من المدرسه، ده انا قعدت اشرحها يعني، وحتى قلت تشبيه كده عشان تفتكره، فاكيد طبعا فاكرين الاوبننج سناب، واخد بالك؟ صوت الشراع وهو بيطرقع اول ما المركب تتحرك وميرفت عمت بترمي نفسها عليك، ايه ده يا ممدوح؟ قلت لها ما تخافيش يا حبيبتي، ده الاوبننج سناب، تعالي، ما انا قلت لك تعالي اقعدي جنبي عشان كده، بس كده هو يطرقع من هنا والمركب تمشي من هنا، انت واخد بالك؟ الشراع يعني بيطرقع والمركب بتمشي من هنا. المهم قصه كده عشان نروح نشوفها بالتفصيل احسن يعني. فالمهم المرمر بقى، المرمر في عندنا طريقه البصمجيه وطريقه الفهمجيه، الفهمجيه شرحناها قبل كده بالكاردياك سايكل، الفهمجيه خلاص وطبعا كلكم فاهمينها وهقولها تاني دلوقتي برضه، انما اللي عايز يبصم وخلاص في ايجكشن سيستوليك بان سيستوليك ال داستوليك ميد داستوليك، مش دول المرمرات اللي انت عارفها؟ اثنين سيستوليك واثنين داستوليك، ابدا بالحرف الاي دايما، ايجكشن سيستوليك بان سيستوليك ال داستوليك ميد داستوليك، وزي ما الامريكان بيقولوها في كليه الطب بامريكا يقولوا لهم يا جماعه واكتبوا اي ام اي ام اللي احمد موافي احمد موافي، انت واخد بالك؟ بس كده، وخليها بقى ايه؟ ايجكشن سيستوليك تبقى ايه؟ اللي هي اورتيك سيستوليك برضه إيه، تبقى ستنوزس يعني اس برضه يعني، بان سيستوليك تبقى ميترال ايه؟ مش تبقى ميترال ريجيرج بقى، لان مش هتبقى اس، لان مش عمر ما كانت الحياه بالسهوله دي يعني، فتبقى ميترال ريجيرج. طبعا الاثنين دول يبقوا العكس يا ابني، يعني انت لو ذكرت الاثنين دول يبقى انت بتعرج بقى، يبقى اورتيك ريجيرج
حتى الامريكان يقولوا كلمه حلوه قوي، يقول لك ميد داستوليك اللي هي مدام، كانت في الاول مس، فالمس بتعمل مدام او بتبقى مدام بعد، او هي كانت في مدام يعني او هي مدام يعني المهم يعني. فالمهم ميترا الستروزس طبعا ميد داستوليك، دي طريقه البصمجيه يعني، اللي هو اللي قاعد قوي في الحياه، اللي هو اه يا درجه المذاكره بدون قلم، انت واخد بالك؟ انما طبعا تفهم بالكاردك سايكل هقولها برضو والله، عشان انتوا ايه لو حد مش فاكرها، ده دي اساسيات الاساسيات يعني. فاكر انت الكاردك سايكل؟ فاكرينها ولاد؟ اقع في التوقيت ده، مش عايز اقعد اقول كل شويه اقع في التوقيت ده، لان عادي على فكره لو حد مش فاكر مش مشكله يعني، انا مش هبقى ايه عادي. ده ايه؟ ده ايه؟ ده الفيرست. وده ايه؟ سكند هارت ساوند. خلاص؟ وده ايه؟ سيستول. وده ايه؟ ده ستول. خلاص؟ الفيرست ده مين اللي بيعمله؟ ميترال. ميترال بيقفل، صح؟ مش الباب بيعمل صوت وهو بيقفل، ولا هو بيفتح وهو بيقفل؟ طب السكند ده مين اللي بيعمله؟ اورطة بيقفل. طبعا انا بكتب الحاجات اللي في الشمال يعني، ما يهمنيش ايه كمان يعني، طبعا ده اورطة وبلمونري، انما الفيرست ميترال بيقفل، ترايكاسبيد بيقفل، ويجكشن اوف بلاد، ومش عارف كونتراكشن اوف ليفت فينتركل، والبابيلاري بقى، انا يهمني ميترال بيقفل، يبقى ده ميترال بيقفل، ده اورطة بيقفل. السؤال اللولبي، طب هما بيقفلوا هنا بيفتحوا فين امتى؟ الاورطة طبعا بيفتح في السيستول، يبقى الاورطة، بس هل في اول السيستول؟ لا، بيفتح هنا كده، هنا اورطة بيفتح، يبقى اللي بالاحمر ده بيفتح. خلاص؟ طيب الميترال بيفتح امتى؟ بيفتح في الدايستول، عشان الدم ينزل من الليفت اتريوم للليفت فينتريك. هل بيفتح في اول لا بيفتح عند، خلاص المرحله دي اللي هي دي، خد بالك، فاكر لما انا قلت لك ايه؟ الاورطه اتقفلت والميترال لسه ما فتحش، فالمرحله دي القلب حجره مصمته بيبان وشبابيك مقفله، كنا سميناها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، وهنا ايزومتريك ايجكشن فيز. مش مهم المسميات دي كانت في سنه اولى فيسيولوجي. خلاص؟ المهم بقى، عايز تعرف المرمر، هات نجار واساله سؤال. على فكره لو نجار، لو انت اشتغلت في النجاره شهر واحد بس هتفهم الكلام اللي بقوله ده. الكلمه المقوله ايه بتاعت النجارين؟ يقول لك ان مشكله اي باب ضيق، الباب الضيق مشكلته تبان وهو مفتوح او هو مقفول. تفتكروا ايه؟ هو مفتوح. واخد بالك؟ ينفع اقول على باب ضيق وهو مقفول يا ابني افتحه وشوف هتعدي ولا لا؟ بينما مشكله اي باب بيفوت، ينفع اقول لك الباب ده بيفوت وهو مفتوح؟ اي باب مفتوح بيفوت يا ابني، انما هو مقفول ومع ذلك بيفوت، يبقى مشكله اي باب بيفوت تبان وهو ايه؟ مقفول. واخد بالك؟ بس كده. فانت مثلا عايز تقول لي مثلا واحد عنده ميترال ريجيرج، المرمر بتاعه عامل ازاي؟ اقول لك ريجيرج يعني بيفوت، يعني مشكلته هو مفتوح ولا مقفول؟ هو مقفول. طب ما بص على الرسمه وشوف هو الميترال بيقفل امتى؟ ميترال اهو بيقفل هنا في اول السستول، ويفضل قافل 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 طول المسافه دي، طبعا المسافه الحته دي ما فيش دم بينزل، يبقى هي المسافه دي، يبقى بان سيستوليك، صح؟ طب تعالى مثلا ميترال، هو الميترال استنوزس، استنوزس يبقى تبان هو ايه؟ هو ضيق، يبقى تبان هو ايه؟ مفتوح ولا مقفول؟ ومفتوح، انت واخد بالك؟ فالباب ضيق وهو مفتوح. طب الميترال بيفتح امتى؟ اهو بيفتح هنا من دايستول، هل في اول الدايستول؟ لا، هنا كده. يفضل فاتح اهو. فيبقى ميد دايستوليك بري سيستوليك. بيقفل هنا اهو، ميترال بيقفل هنا. فيبقى ميد دايستوليك، طبعا على التطبيق هتلاقي شرحها احسن ورسمها اكثر دقه، لكن انا براجع شويه يعني لو حد مش فاكر، ميد دايستوليك بري سيستوليك، وقلنا سبب البري سيستوليك هو المرحله اللي كانت هنا كده اسمها ايه؟ ما هنا كان بينزل 70% بتاثير البريشر جريدينت. يتبقى 30% عشان ينزلوا لازم الاتريوم ايه؟ ينقبض كده. انت واخد بالك؟ طب الاتريوم لما ينقبض يقوم الدم ينزل بسرعه، يقوم المرمر يبقى ايه؟ يبقى الصوت عامل كده بالظبط. يوب طق، اسمع بقى بعدين اللي هي الاوبننج سناب، ويبدا المرمر على طول هو رر 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 رر. طب لو لقيته رر 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 رر، يبقى ما فيش بري سيستوليك اكسنتويشن، يبقى معنى كده ان هذا العيان دخل فيه اتريال فايبريليشن. هتقول لي يعني انا حاله الامتحان هتبقى ايه غالبا؟ اقول لك غالبا كل الحالات هتبقى اتريال فايبريليشن، بس اقول لك انت ما ركزتش في الكلام اللي انا قلته من شويه، ان اصلا كل حالات الامتحان ما فيهاش اصلا الميترال ايه؟ ميرمر خالص مش مسموع. انت واخد بالك؟ فالميرمر مش هيبقى مسموع. تقول لي طب انا اعرف منين ان هو ميترال سنوزس؟ هتشوف بقى، هتلاقي فيه بالبابول فيرست ارت ساوند وهكذا. خلاص؟ فحته ان انت
تعرف في الامتحان هو فيه بري سيستوليك اكسنتويشن ولا لا، هو اصلا انت مش هتسمع المنور بتاعه. خلاص يا اخوانا، ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايه؟ يبقى ده كده اللي هو الميرمر. تعالوا بقى يا اولاد في ايه؟ خلاص سهل الميرمر، ادخل في كومبليكيشنز. طبعا كل الفالفر هارت ديزيز بيعملوا 12 حاجه، خد بالك بس ان الميترال استنوزس ما بيعملش ليفت سايدد ليفت فنتريكولار فيلير، ما بيعملش ليفت فنتري، حتى انا كاتب ليفت سايدد هارت فيلير اكسبت في الميترال استنوزس. خد بالك ممكن حد يقول لك هو بيعمل ليفت سايدد هارت فيلير، هو بيقصد هنا ليفت اتريال فيلير على اساس ان هو افترض ان الاتريال، بس انا ما اقول روح يا ممدوح انت عندك ليفت سايدد هارت فيلير، انا اقصد المهم يعني ليفت فنتريكولار فيلير، انت واخد بالك؟ طبعا باقي الكومبليكيشنز لازم تبقى عارفها كويس جدا، 12 حاجه، وكنا قسمناهم ثلاثه في الفالف، ثلاثه في الليفت اتريوم، ثلاثه في الرئه، اثنين فيلير، وكومبليكيشنز اوف سيرجري. الانفستيجيشنز شرحناها بالتفصيل المهم الممل في الميترال سنوزس، وجبنا ايكو، وانا فاكر شرحت لكم على ايكو، جبت لك ايكو طبيعي، انت واخد بالك؟ بس هنا انا عايز اقول لك الموست امبورتنت طبعا هو الدوبلر ايكو، واخد بالك؟ كنا شرحنا انواع الايكو، وحتى قلت اديتكم هنت تعرف تشوفه ازاي، عشان برضو انت قاعد لو رحت مع حد قريبك بيعمل ايكو او انت بتعمل ايكو لنفسك تبقى قاعد فاهم، يعني مش قاعد كده في الحياه، يعني هتلاقي شرحه كويس جدا وجايب لكم ايكو حتى ايه، بس مش في التوقيت ده، يعني في التوقيت ده لو انت ما كنتش شفته قبل كده ومش فاهمه خلاص يعني مش مهم. يعني العلاج هنقوله دلوقتي بقى في كل ايه، طبعا في الاول بروفلاكسس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس وروماتيك اكتيفيتي، وتعالج الكومبليكيشنز طبعا هارت فيلير واي اف وانفكشنز، تاخد بالك تدي بقى ممكن لازكس، تدي علاج ال اي اس انهبيتورز في بعض الحالات، بيتا بلوكر في بعض الحالات وهكذا يعني. وهنا بالون دايليتيشن دايليشن وفالفوتومي، فالفوتومي ما عادش بيتعمل قوي، وفالف ريبليسمنت، وممكن تيفي او تيفر بيسموها دلوقتي في حالات الايه الاورتيك فالف ريبليسمنت في القسطره، طبعا بيتعمل في الاورت، في الاورتو بس. خلاص لازم بقى تبقى عارف الانديكيشن اوف سيرجري، الانديكيشن اوف سيرجري دي في كل مرض انت بتذاكر سكيم بقى، هتيجي في كل مرض تذاكر حاجات معينه من ضمنها انديكيشن اوف سيرجري دي، انت واخد بالك؟ تعالى بقى في الميترال سنوزس ايه اللي يتذاكر بالظبط في كل فالف عندنا؟ اللي بيتذاكر اول حاجه الاناتومي، تبقى حافظه صم، بص صم ما تبقاش اقرع ونزهي، يعني هي السكيم اصلا هتخليك ما تذاكرش، يبقى انت في كل موضوع هتذاكر حاجات اللي انا هقولها بس. يعني هتيجي مثلا في الميترال سنوزس اول حاجه الاناتومي في ميترال فالف ام سي كيو صم، اي حاجه ممكن تيجي سيرفيس اريا من 4 ل 5 تبقى عارف كويس جدا جدا، خلاص سيرفيس اريا تبقى عارف الجريدنج كويس قوي، انت واخد بالك؟ المايلد من 1.5 ل 2.5، المودريت من 1 ل 1.5، واخد بالك؟ السيفير تبقى عارف ان هو اقل من 1 سم، ده بيجي اللي هو السيفير او التايت، تايت ميترال سنوز ده بيجي ام اس كيو. امتى يبقى سيجنيفيكانت ميترال سنوز؟ لو كان مودريت او سيفير، انت واخد بالك؟ يعني من اول هنا اقل من 1.5 يعتبر سيجنيفيكانت، انما المايلد لا ده بره اللعبه. فتبقى عارف كده ان ممكن يجي يقول لك السيفير ايه هو، طب السيجنيفيكانت ايه هو؟ خد بالك ان السيفير اللي هو التايت، انما السيجنيفيكانت ده من اول المودريت. خلاص الشيب سيبك منه، الاكسس سيبك منه، بيتكون من ايه سيبك منه، انما انا اهم حاجه تهمني هو الكوبلي ده. خلاص هتيجي بعد كده الايتيولوجي، خلاص بقى ما تذاكرش الايتيولوجي، ما احنا قلنا فين؟ في الاسكيم يعني، حتى الكاريكوم شرحناه، الاوستن فلين شرحناه، هيمو داينامكس والله يا جماعه اللي هيذاكرها اعرفه واطلعه واجيبه واقتله عشان يبقى عبره لمن لا يعتبر، لانها لا تحفظ ولا تفهم والله ولا تستوعب. يعني انت لو عندك خليتين مخ في دماغك مش محتاج ايه؟ إيه كده بس انا برضه شرحها، يعني اللي عايز بس انت تعرف تجيبها من غير ما ايه؟ ليه الكونجيشن يعمل بالمونر هايبرتنشن؟ الاربع ميكانيزمات اهم، كلينيكال بيكتشر، قشطه قشطه على طول، كل الكلام ده ما بذاكروش بقى، كل ده سيبك منه فاكس كل ده، انسبكشن بركاش قشطه، نورمال هارت ساوند واديشنال ساوند وكل الكلام ده، يعني الاوبننج سناب بس هتذاكرها لانها بتيجي في الام اس كيو، واصلا الحته اللي انا عايزك تعرفها في الام اس كيو هتلاقيني اول سؤال في اسئله الفالفولار هارت ديزيز شرحه، قعدت اشرحها بالتفصيل اهو، اوبننج سناب سؤال رقم 1 وسؤال رقم 2 اللي هي النقطتين، وشرحهم بالتفصيل الممل، هي النقطه اللي انا عايزك تعرفها. وعلى فكره لو انت ذاكرت من غير ما تحل اسئله انت ممكن تذاكر كويس جدا وما تعرفش تحل السؤال برضه، فانت عشان كده انا بقول لك ذاكر بسرعه بس حل اسئله بس بتروي بقى وانت بتحل الاسئله. فتيجي هنا هتلاقي الاوبننج سناب، طبعا الاوبننج سناب كنا قلنا اولا هاي بيتشت، هاي بيتشت، خد بالك اصل الميترال سلوزس الميرمر بتاعه لو بيتشت، حتى ما قلت لك لو فيها او فيتسمع بالكون، انت واخد بالك؟ هو مع الاس 3 مع الاس 4، فاكرين المسرحيه بتاعت العملي
انك تحط تجيب الاول الايبكس تطلعه بايدك، تحط سماعتك بالكون، يقول لك انت بتسمع ايه. على فكره حاجات اللي تسمعها بالكون والله ما هتسمعها في الامتحان. تقول لي طب انا بعملها ليه؟ اقول لك مسرحيه، هي مسرحيه انا هكون حاطط سماعه بالكون. الراجل يقول لك انت بتسمع ايه يا ابني؟ قول له يا دكتور استنى بس شويه، خليك سيبني بس، سيبني دلوقتي مع سماعتي انا ليا جو ونظام كده. قول له انا لا ماشي، كنت بسمع فيه رامبلنج بس ما فيش اس 3 اس 4، بس غالبا ما فيش يعني، ممكن يبقى في اس 3 اس 4 دكتور بقى يسمعها. قول له ده فرق اكسبيرينس بقى، برافو عليك والله يا دكتور، بس انا بصراحه ودني ما جبتهاش يعني، تفتكر ليه يا دكتور؟ واقعد بقى يدي له ايه كده. فالمهم انما وبعد كده تقلب السماعه بالدايفرام، وقول له بقى علامه المرسيدس تتحرك ازاي، تطلع الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالمهم هاي بيتشت، عارف بقى، شوف الكلمه دي والله ام اس كيو، السؤال ده لو ما جاش في الام اس كيو شمر واكتبه، وقول له رئيس قسم التنسيق تجيب سؤال، ولو في العملي ما ساله لازم هيساله، حتى لو ما سالش قول له يا دكتور انت نسيت تسال سؤال مهم قوي، ازاي ما سالتش السؤال ده؟ فاكر لما انا قلت لك بالعربي ده بيجي في الام اس كيو كلابه والاوبننج سناب ما بتقربش قوي، تقرب من مين السكند هارد ساوند غير لما يبقى القلب مجروح قوي. قلت لي يعني ايه القلب مجروح قوي؟ يعني الاستنوزس جامد قوي، انت واخد بالك؟ فكلما كان الميترال سينوزس سيفيرا كلما اقتربت الاوبننج سناب من السكند هارت ساوند. خلاص وارجع بقى، كنا قلنا الكلام ده وشرحناه بالتفصيل يعني. ده اشطب عليه. طيب يبقى هي الاوبننج سناب اللي انا عايزها. الميرمر خلاص، اه طبعا الميرمر قلنا اي ميرمر لما نيجي نعلق عليه بنعلق عليه سكريبت سايت كاركتر ريليشن تو ريسبيريشن والانتنستي والبروباجيشن والتايمنج. طبعا انا ما رجعتهمش لان انتوا اكيد حافظينهم صم نظري وعملي وكل حاجه قلناهم شرحناهم بالتفصيل مليون مره يعني. السايت سهل، ميترال اريا اللي هو عند الايبكس خلاص. الكاركتر هنا رامبلنج، وقلنا ليه رامبلنج وايه سوفت بلوينج وليه يبقى هارش. سوفت بلوينج لو واحد قوي بيتخانق مع واحد ضعيف، انا لو نفخت فيه كطيران زي الاورتيك ريجاج والميترال ريجاج، اثنين اقوياء بيتخانقوا مع بعض زي الاورتيك سينوزس اورتا وليفت فينتريكل اثناء السيستول الضغط فيهم 120، مصر كلها تسمع صوت ارش. اثنين فرافير زي في الميترال سينوزس، تلاقي الضغط هنا في الليفت اتريوم 5، طب وهنا في الدايستول كام في الليفت فينتريكل 0، حماده وتوتو بيتخانقوا مع بعض، هتلاقي حماده بيقوم ماسك توتو ويهبده على الارض، يقوم توتو ينفض الهدوم ويقوم ايه اخرهم بيفتحوا على بعض الموبايلات ما عندي يعرفوه، فبيبقى صوت رامبلنج. تعرف رامبلنج اللي هو صوت متقطع زي ما تجيب طوبه وترميها من على جبل تنزل طق طق، زي ما تجيب قله قله وتقوم ماليها ميه وصاببها كده، الميه بتنزل زي باب 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 باب، زي ما تجيب ازازه شمبانيا شمبانيا وتقوم منزل ايه قلبها كده، تقوم شمبانيا تنزل ازاي باب باب. ليه اشمعنى شمبانيا؟ لان الشمبانيا الازازه الوحيده اللي بتمتاز بايه؟ ان بيبقى فيها الفوهه طويله ضيقه كده وطويله، عارفين انتوا الحكايه دي ولا لا؟ شمبانيا لازم يعني ما ينفعش تجيب شمبانيا تحطها مثلا في ازازه ايه في قله او تحطها في ازازه ميه، لا ما ينفعش، لازم تجيب ازازه يا ابني فيها ايه رقبه طويله كده، واخد بالك؟ يعني الريليشن تو ريسبيريشن ده بقى شفوي عملي ام سي كيو، اقسم بالله لو غلطت فيها يبقى احنا بنهرب ده يعني. بص يعني فاكر لما كنت انا في مره ايه وانا بشرح كده في جبن حاله، قلت لكم عملنا بعد ما قعدت اشرح الكلام ده والله كانت طالبه انا فاكر، فعملنا مسرحيه كده بعد ما حفظنا ده كله، كانت هي اتلخبطت برضه. فاكر اللي هو بص بص يا ابني اللي بيحصل ايه؟ اي صمام شمال في الشمال، شمال يعني ايه؟ ليفت، يبقى اي صمام في الشمال بيزيد بايه؟ بالتاني حرف في، طبعا سيبك من اول حرف ال، تاني حرف ايه؟ اي، يبقى بيزيد بالاكسبيريشن. طيب اي صمام يمين زي ترايكاسبيد والبالمونري يمين يعني ايه؟ رايت. كل اللي عايز اقوله وصل خلاص، رايت اي يبقى بالانسبيريشن. ومع ذلك اللي بيحصل في العمل حالتك ايه يا ابني؟ ميترال سينوزس. هو بيزيد بايه؟ لما العيان ياخد نفس، تخليه ياخد نفس ولا يخرج نفس؟ طبعا هنا تلاقي العيان يقوم قايل له مع الاكسبيريشن في الاول، الدكتور يقول له مع الاكسبيريشن خرج نفس يا ممدوح، هو يقول لك يا راجل لا 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 خد نفس، يا راجل لا يا دكتور ده انا اللي بخرج نفس، عشان لا 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 مش عايز كده بقى. ميترال السنوزس قول له يا دكتور اجيبها لك من الاخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه؟ خليك رخم، انا عايزك رخم كده في الشفا وشويه، قول له يا دكتور نجيب من الاخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه؟ يقول لك هات من الاخر. قول له اي صمام في الشمال، اي مرض في اي صمام في الشمال بيزيد بالاكسبيريشن، بينما اي صمام في اليمين، اي مرض في اي صمام في اليمين يزيد بالانسبيريشن لان الفينس ريتيرن بيزيد، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. خلاص يا اخوانا، يوم هو يقول لك اورتيك ريجيرش قول له يا دكتور بيزيد بالاكسبيريشن، يقول لك طب اورتيك سينوزس سيبه وامشي بقى،
قول له يا دكتور الرقبه معاك، انا بتكلم عربي ولا هندي؟ انا بقول لك اي صمام في الشمال بيزيد الاكسبيريشن. يقول لك طب الميترال سيبه امشي واخسر كل حاجه، بس اكسب نفسك احسن من لما تكسب كل حاجه وفي النهايه ايه؟ تخسر نفسك يعني. انت واخد بالك؟ بس يا سيدي، فيبقى هنا ومع ذلك شوف، انا شوف الايام بيننا، شوف انا بقول ايه؟ والله هيجي سؤال في الام اس كيو او واحد فيكم هيتسال في العملي برضه يغلط فيها يتلخبط، اه يا دكتور ده شفت اللي حصل، ما يجي في الامتحان بقى يقول لك ريجاردنج اورتيك ريجيرش ويتش از انكوركت، قوم جاي في الاختيارات يقول لك وان الاورتيك، خد بالك بقى ربكه الام اس كيو ومليون سؤال، يجي يقول لك وان الاورتيك ريجيرش بيزيد بالانسبيريشن، غلط، او بيزيد بالايه؟ بالاكسبيريشن. لما تنسى او تغلط افتكرني بس، لان برضه هتغلط. الانتنستي بقى كانت سهله، البروباجيشن طبعا في ميترال سنوزس نو بروباجيشن، انا كان عارف طبعا بروباجيشن كويس، الميترال ريدج بيروح يسمع فين؟ ناحيه الاكزيلا لو انترو ميديال، ممكن يسمع فوق كده في البيز اوف ذا هارت لو بصيله لاترال هي اللي بتفوت، او في الباك واخد بالك، الاورتيك ريدج بينزل لتحت، الاورتيك سنوزس طبعا بقى مصر كلها، ويطلع في الرقبه، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. سايلنت ميترال سنوزس، يا راجل انت اصلا لو احتجت تذاكر الكوبليه ده يبقى الاي كيو بتاعك فيه مشكله، يبقى عايز حقن اي كيو لو بتتباع، لان هو اصلا انا لو انت قاعد في الامتحان عمرك ما ذاكرتش الكوبليه ده خالص خالص، وابو لهب قاعد معاك في امتحان اخر السنه بيتناقش معاك يعني. يقول لك هو الميترال سنوزس امتى يبقى؟ ليه الحاله؟ بص بقى تصدق بالله ده 100% منكم هيتسال السؤال ده. ليه؟ مش انا قايل لك ان حاله الميترال سنوزس اللي هتجيلك في الامتحان والله هتبقى نو ميرمر، حصل ولا ما حصلش؟ ده من غير ميرمر. هيقول لك طب هو ليه حالتك ايه؟ تقول له ميترال سنوزس، عرفت منين؟ قول له يا دكتور فيرست هارت ساوند عادي. خلاص بس الحاله دي دبل ميترال، ميترال ريجيرج في ميرمر واضح جدا بان سيستوليك ميرمر، بس الميترال ريجيرج المفروض ان الفيرس ارساوند يبقى ايه؟ مافيلد، لكن هنا الفيرس ارساوند عالي، يبقى نبدا نفكر يا دكتور مع بعض بصوت عالي، يبقى العيان ده ميترال سنوزس، وانا عايزك تجاوب كده بالظبط. على فكره يا جماعه في مذكره انا عاملها اللي هي العملي من منظور اخر. المذكره دي انا دايما بقوم منزلها كده في الاخر، هي مسخره، يعني انا حتى والله مسخره يعني اللي هو ايه؟ مش الدرجه دي، بس انا فعلا ما كتب العملي كتير. كل وعلى بالمناسبه العملي طالما انا ما نزلتش كتاب عملي والله بتلاقي كله زي بعضه، يعني بتلاقي الكل ايه ناقل من بعضه، وكله هو وانه وانما وان الذي. فانا لما جيت اعمل قلت ما هو يا اما انا هتبقى حاجه مختلفه يا اما مش نزل، فعملت حاجه بالعربي يعني اللي هو بالعربي العملي من منظور اخر، ليه كده؟ اللي هي الحوار بقى وتجاوب ازاي؟ يعني زي ما كنت بقول لكم الايبكس تيجي كده سنه واحده شمال، لا 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 يا ممدوح سنه واحده صغيره، ايوه برافو عليك كده، انا عايز كوبليه بقى كده في الليفر مش عارف كل ما ادوس خد كوبليهات كده. والديالوج بقى هيقول لك طب وليه قول له ليه يا ابني الميترال سنوز حالتك من غير مرمر؟ قول له يا دكتور تعال نفكر مع بعض بصوت عالي، حاله ليه من غير مرمر؟ اي هتالف، قول له هو سبب المرمر ايه؟ خليك بقى بينج بونج تكنيك، قول له يا دكتور تعالى هنا كده، هو سبب هو ليه بيحصل مرمر اصلا؟ خد بالك الطريقه دي تقولها لما ما تبقاش عارف تجاوب، ما تقولش ما اعرفش، يقول له يقول لك هو ليه ما فيش مرمر؟ قول له طب وليه يبقى في مرمر؟ هو سبب المرمر ايه؟ يقوم قايل لك والله يا ابني سبب المرمر ان الدم بينزل من الليفت اتريوم للليفت فينتركل بس في حته ضيقه، فيقوم يعمل لغط كده. قول له جميل، يبقى امتى ما يبقاش في مرمر؟ يقول لك لما الدم اللي بينزل يبقى قليل. تقول له حلو جدا، ايه اللي يقلل الدم اللي بينزل من الليفت اتريوم للليفت فينتركل؟ يعني بالمنطق كده يقول لك لما الضغط في الليفت اتريوم يقل او الضغط في الليفت فينتركل يزيد. قول له ايه اللي يقلل الضغط في الليفت اتريوم؟ شفت بقى يعني الدم اللي وصل لليفت اتريوم يقل لما يحصل بالمونر هايبرتنشن اللي هي المرحله الثالثه، يعني عينه ما يدخل في البالمونر هايبرتنشن ما فيش دم ايه هيوصل هنا، هيبقى دم قليل قوي، فاللي بيوصل لليفت اتريوم يبقى قليل فالمرمر يروح، او لو واحد عنده رايت سايدد هارت فيلير المرحله الثالثه والرابعه، او لو واحد عنده ليوتن باخر سندروم انت واخد بالك، او حاجه بتزود الضغط في الليفت فينتركل زي ايه؟ زي ليفت سايدد هارت فيلير، زي هايبرتنشن انت واخد بالك، فانت بتفكر معاه. او ممكن بقى ما تسمعش امتى؟ لو العيان عنده امفيزيما هواء كتير في الرئه فانا مش سامع، ده برضه سبب يعني قشطه يعني ممكن ايه، فا او طبعا ليوتن باخر سندروم الدم اللي في الليفت اتريا مش كله بينزل، في جزء منه بايه بيروح للرايت اتريا. يعني المهم ان انت تحاول تبقى بينج بونج تكنيك كده، طبعا الكلام ده بشرحه بالتفصيل في التطبيق يعني بالراحه مش مستعجلين كده، بس ايه يعني المهم خلاص. شوف الجمله دي مهمه قوي يا جماعه، اه انديكيتور اوف سيفيريتي اوف ميترال سنوزس، ما احنا قلنا بقى الاوبننج سناب ما بتقربش قوي غير لما القلب يبقى او لما الميترال يبقى مجروح قوي، خليها كده، الاوبننج سناب ما بتقربش قوي غير والميترال يبقى مجروح قوي، واخد بالك؟ بس كده. اه تصدق الحته دي في الام اس كيو مهمه جدا، ده ستوليك ميرمر
لما لونجر هي الاوبن اكزام مش هتقرب يا ابني، فلما تقرب يبقى ايه؟ الداستوليك مرمر اطول. يعني تصدق البق ده ممكن يجي لك في الام اس كيو، والله العظيم بحله جدا. طالب بقى يقعد يفكر، ولو الاي كيو بتاعه بقى، هي الاوبن اكزام قربت. قربت من مين؟ هنا كده. لما تقرب بعديها على طول بيبدا المرمر، فالمرمر هيبقى اطول. فبدل ما يقول لك الكوبليه ده يقول لك ايه؟ ما هم محفظينها للطلبه، والاوبننج سناب ما بيقربش قوي غير لما يبقى القلب مجروح قوي. طب هات له بصيغه ثانيه، ذا لونجر ذا داستوليك ميرمر ذا مور سيفير. اه طب كل ما الداستوليك ميرمر كان اطول، كل ما الميترر كان سيفير اكتر. ماشي. تعالى بعد كده انفستيجيشن. طبعا انفستيجيشنز بقى خلاص سهله بقى، والايكو اهو، والايكو 2 دي وكل حاجه، والام مود ايكو، كنا شرحينه بالتفصيل على فكره. ارجع بقى كده شوفني هتلاقيني ايه شرح الايكو بالتفصيل يعني، بس مش دلوقتي بقى، التوقيت مش مشكله. يعني دي مش مهمه. التريتمنت تبقى عارف الانديكيشن طبعا، تحفظها صح خلاص. انديكيشنز مهمه جدا جدا. واحد يقول لي بس انا الانديكيشنز مش مذاكرها، شوف سيجنيفيكانت ميتال سنوز. يعني ايه سيجنيفيكانت غير سيفير؟ بالك الحته دي تلاعب بالالفاظ في الام اس كيو رهيب. سيفير حاجه اللي هو التايت ميترال سنوز، السيجنيفيكانت اللي هو المودريت او السيفير، الاثنين دول يعتبروا سيجنيفيكانت. سيجنيفيكانت وسيمتوماتيك بيشتكي، هعمل له على طول ايه يا جماعه؟ العمليه. طب سيجنيفيكانت واسيمتوماتيك في الحالات دي، لما يبقى اكسرسايز انديوز سيمتوم، لما يبقى هاي ريسك فور امبوليزم، لما يبقى هيستوري اوف امبليك ستروك، باروكسيزمال اي اف، او ان انت الست دي بتعمل بلاننج فور بريجنسي. يبقى احنا مش هنستنى بقى ما تحملي ونخش، لا من دلوقتي بقول لك غير الاختصام وبعدين ايه، توكل على توكل على الله. خلاص يا اخوانا، فالحته دي مهمه جدا جدا جدا. طبعا بالون دايليتيشن ما ينفعش اعملها، وفي كالسيفيكيشن او كومبايند مع الميترال ريجكشن. واحد يجي يقول لي انا مش مذاكر، جه سؤال في الام اس كيو في الانديكيشن ده انا مش مذاكره كويس. هذا الطالب محفور مكانه في اقصى درجات الجحيم، وانا لن اتعاطف معاه اطلاقا. ليه؟ لان يا ابني انت ذاكرت السكيم، حاجات قليله قوي اللي انت هتذاكرها بره السكيم. يعني من ضمنها يعني انت عارف الميترال سنوزس، بيني وبينك بقى انا لو جيت بره السكيم والله العظيم ما هذاكر. انت مذاكر السكيم، ذاكر الاناتومي اللي كان فوق اللي هو الكام سنتي والحاجات دي والجريدنج، وبعدين ذاكر انديكيشن اوف سيرجري. طب الان بتوين كله اشرب عليه والله العظيم كله كله حتى ما لا. طب ما فيش، طب قرايه سريعه، مش عايز قرايه سريعه، سكيمتك سكيبت الاناتومي انديكيشن اوف سيرجري، حل ام اس كيو خلاص خلاص. تعالى بعد كده بقى الميترال ريجيرج. ميترال ريجيرج هنزود ميترال فالف في اسبابه، هي الاسكيم بس زودنا الميترال فالف ولابس بابيلاري ماسل ديسفانكشن وماي كاردال انفاركشن. انا بقى يهمني في الميترال ريجيرج، بص الميترال ريجيرج سهل قوي يعني، هو نفسه بالبيتيشن اللي ما تذاكرش في اي حاجه الا كل ده اقلبه اقلبه، لكن ذاكر الميترال فالف كورونابس. الميترال فالف كورونابس ده بقى في مشكله، ليه اسامي تانية؟ انا لو بحط امتحان اجيب الاسامي التانية، او يعني اجيب لك سؤال اتفزلي، او اجيب سؤال ما يعرفوش الطالب الدولسي اللي هو ايه. طبعا مش في كل ده يبقى سؤال صعب قوي يعني، يعني مش لازم هي بينه وبينك، عشان لو جالك واحد في العملي بيتنك او بيتفزلك عليك قول له لا وقفه بقى. يعني قال لك بالو سندروم، سمعت عن بالو سندروم؟ وضحكه رقيعه، سيبه يضحك الضحكه الرقيعه اللي ترجع ارجاع المكان كله، وبعدين قول له الميترال فالف واللابس ماله ماله. يوم يسالك اي سؤال قول له ما انا مش عارف، بس ايه رايك في الدخله؟ هو البالو سندروم، او انت اللي تنك عليه قول له يا دكتور والله، يقول لك الميترال فالف واللابس، قول له البالو سندروم يعني ماله؟ يقول لك اه يا حبيبي طب قول لي اسبابه ايه؟ قول له لا ما اعرفش، بس ايه رايك في الدخله دي؟ بالو سندروم جامد يعني. فالمهم البالو سندروم ده اعرفه، او بيسموه كليك ميرمر سندروم. الاسم ده حلو لان هو اصلا الكلمه المضيئه في الميترال فالف برولابس هي الكليك خلاص، او فلوبي ميترال فالف سندروم، خد بالك هي هي الميترال فالف برولابس. تعالى بقى في الديفينيشن، يعني برولابس للميترال فالف سواء ضلفه او ضلفتين. الاتيولوجي تحفظه صم، ايديوباثيك خصوصا في الفيميل. على فكره نسبه كبيره قوي من الستات والبنات عموما لو راحوا يعملوا ايكو دلوقتي هيطلع عندهم ميترال فالف برولابس، تخيل كتير جدا. وعلى فكره حلهم ري اشورنس، لا يا بنتي ولا في عندك اي حاجه، هو الميترال فالف مش متظبط قوي في الستات يعني، بيبقى فيه برولابس يعني ساعات يعمل لها تشيست بين بالبيتيشن زايد، ممكن ري اشورنس، ممكن تديها بيتا بلوكر يعني خلاص. المهم كنا بنقول ايه؟ اه الاسباب لازم بقى تعرف مارفان سندروم، فاكر مارفان؟ مار ما تكملش
ميترال اند اورتيك ريجيرش. عشان لو قال لك هو بيعمل ايه قول له اكتب يا دكتور مرفان كده، يجي وهو بيكمل قول له لا مش عايز الباقي. ميترال اند اورتيك ريجيرش. ايلر دانلس سندروم، مين فاكره؟ ايلر دانلس سندروم اللي هو سكين الاستيستي كابيلاري فراجيليتي، جبنا سيرته في البلد، كان بيعمل فاسكولار بيربرا اللي هو لو ممكن بيبقى الجلد عامل زي البيتزا كده، تيجي تشد تلاقي الرقبه بتشد معاك او الايد بتشد، وطبعا بيبقى في نقط حمراء كابيلاري فراجيليتي، بيبقى في مشكله في القلب. اللي هي السؤال ده حلو قوي قوي، سؤال ما يحطوش ابو لهب. يعني لو ابو لهب رجع من نار جهنم كده وقايل لك ايه، لو بيحط امتحان كارديو ابو لهب هيجيب السؤال يقول لك all of the following mimic mitral stenosis except، ويقول لك ليوتن بخر سندروم، كاري كومب ميرمر، اوستن فلينت ميرمر، ايلر دانلس سندروم. طبعا كلكم هتجاوبوا السؤال دلوقتي، وعلى فكره ممكن دلوقتي برضه تلاقي حد مش عارفه، ده مالناش دعوه بيه بقى. طبعا ايلر دانلس سندروم لانه بيعمل ميترال ريجيرش مش ميترال سنوز، واخد بالك؟ الثلاثه اللي فوق دول بيعملوا ميترال سنوز. بس ده سؤال ابو لهب بقى، لان مين فيك يا مصر في اخر السنه وقعد في امتحان ام سي كيو على البطنه كلها هيفتكر ان الايلر دانلس سندروم كان بيعمل ميترال ريجيرش مش ميترال سنوز؟ ده يبقى واحد بقى عنده فراغ عاطفي رهيب، اللي هو بقى ايه طب حياتي اللي غالبا هيموت ليله امتحان البطنه، تكست بوك هيقفل على دماغه، اهله مش عارفه ينقذوه اصلا، الحق ده التكست بوك وقع على دماغ الواد. سيستميك لوبس بولي ارترايتس نودوزا برضو مش عارف من الاسباب المهمه. في كمان دوشين مايوباسي، فاكر دوشين وبيكر؟ الدوشين ده كان بياخد القلب، من الحاجات اللي ممكن يعملها في القلب غير الهارت فيلير والحاجات دي، ممكن يعمل كده برضه. خلاص كونجنتال هارت ديزيز زي الاي اس دي ماشي، وهكذا يعني. كلينيكال بيك، انا بقى اللي يهمني كلينيكال بيكتشر اتيبيكال تشيست بين، هي موجوده عند بنات كتير جدا. هتيجي تقول لك احنا يا دكتور انا عندي جنرال ثروبنج وبالبيتيشن، خلاص بالبيتيشن اهو وجنرال ثروبنج، وعندها وجع في صدري يا دكتور بيجي، بس خد بالك بقى تقول لك انا في وجع في صدري يا دكتور ما بعرفش انام، بيقعد معايا بالساعات. خد بالك التشيست بين الاسكيميك هارت ديزيز بيجي 5 6 10 دقايق ويروح، انما ده لا بيقعد معايا. طب واخد بالك تيجي في تعمل لها انفستيجيشن، طبعا الاول هتطلع صوره دم تشوف فيها انيميا ولا لا، اللي تشيس بين ده يخليك طبعا تقول لها طب اعملي ايكو، يطلع ميترال برولابس ري اشورنس، وعند اللزوم تاخد بيتا بلوكر وخلاص. الا بقى لو الامور زادت قوي، حصل سينكوب او كلام من ده، خد بالك بقى فيري 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 رير، والكلمه دي ما بنقولهاش، ان ممكن يحصل سادن ديث، لان قد يحصل فيرف اسمه برولابس سيفير قوي، يعمل فوليوم اوفرلود على الليفت فنتركل ويحصل اريزميا. تعالى بقى انا لو بحط امتحان لازم كاردك اكزامينشن ده لازم سؤال ده يمشي. وانا بقى لو تفتكر وانا بشرح قلت لك ميترال فالف برولابس، اشطب عليه يا ابني واكتب ايه؟ اكتب ميد سيستوليك كليك جنب العنوان وليد سيستوليك ميرفر. بص بص ده الميترال فالف الليفت فنتركل هي سيستول، يقوم طالع كده. في الانسان الطبيعي المفروض يقفل، فالقلب بيسيستول ليفت فنتركل تك يقوم قافل. في اللي عنده برولابس شوف بقى سيستول بدأ قفل، يفضل قافل شويه شويه لكن بيفوت. بيفوت فين؟ في اخر السيستول، عشان كده او في من اول نص السيستول، يقوم هو بيفوت طق يعمل طق كده اللي هو ميد سيستول كليك، وبعدها يحصل الميرمر، عشان كده بيحصل ليت سيستول. يبقى انا لو جيت قلت لك الميترال فالف برولابس هو زي الميترال ريجيرش، على فكره لو انت طالب دولسي هقول لك ما تذاكروش، وهو هو الميترال ريجيرش وخلاص. بس لو انت جامد اقول لك لازم تعرف الكلمتين دول، انه ما بيبقاش بان سيستوليك هنا، بيبقى ليت سيستوليك وبيبقى ميد سيستوليك كليك. دي الكلمه الموست كومن ساين، السؤال ده يجي ام اس كيو، عشان كده بيسموه ايه؟ اطلع 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 كليك ميرمر سندروم. يوم في الشفوي او في العمل يقول لك تعرف ايه يعني الكليك ميرمر سندروم؟ تقول له كليك ميرمر سندروم، تفضل بقى تفكر وتمسك الحته دي ايه الكليك ميرمر. هو يا ابني قول له هلاقيه يا دكتور، قول له ده الميترال فالف برولابس، وسموه كده لان لان يا دكتور وانا قلت لك بقى البينج بونج تكنيك، نفسي تجاوبه بالطريقه دي يا جماعه والله. وحتى اللي منكم هيقعد دور انا معاه يعني مش هسيبها. لا بالعكس والله، اي دكتور هيحترم الطالب ده، هو مش عايز طالب يا جماعه، لا في طالب بطريقته في الاجابه اقسم بالله حتى لو مش عارف المعلومه، بس بتقول ده هيبقى دكتور كويس، ده هيبقى حاجه. انت واخد بالك اللي هو ايه؟ انت قول له يا دكتور، يقول لك كليك ميرمر سندروم، قول له كليك اللي هو الميترال فالف برولابس. وهما ليه سموه كده يا دكتور؟ لان تعرف تقول يا دكتور مين الموست كومن ساين في هذا العيان الحقيقه في هذا العيان، يقوم هو يقول لك ايه؟ يقول لك الميد سيستوليك كليك، قول له برافو ميد سيستوليك كليك. يقوم هو قايل لك طب الميرمر ايه؟ قول له الميرمر بيبقى ليت سيستوليك ميرمر، ممكن في الاخر يبقى بان سيستوليك لما الامور تبقى سيفير قوي، انما الاصل في الموضوع في معظم الحالات اللي بنشوفها بتبقى ليت سيستوليك ميرمر. هو انت فاكر انت لو جاوبت كده قدام اي دكتور هو ممكن يفكر ينقصك؟ هي دي كام فورمر، مش عشان انت اصل المعلومه
انما يعني تفكر تفكير منطقي يعني، وجاي وماسك خيوط اللعبه وفاهم كده، فاقول لك خلاص خد يا ابني الدرجه النهائيه. خلاص يا اخوانا، اورتك سنوز، تصدق بالله الاورتك سنوز ده ما تذاكرش فيه غير اناتومي، اناتومي سيرفس اريا. طب عارف يا، خدوا بالكم الحاجات دي بتنقص. سيرفس اريا طب عارف ان هي 3 سم، واخد بالك 1% من الناس عندهم ضلفتين، انما تبقى عارف انما هم 3 ضلف. الايتيولوجي خلاص بقى ما سهل، ما تذاكرش فيه اي حاجه. طبعا انت عارف ان الاورتك سنوزس اي اس، واخد بالك اي حاجه اي حاجه اي حاجه، كل ده من السكين والله كله. انما تعالى بقى كل ده سيبك منه، طبعا تبقى عارف السيفير اورتك سنوزس، ما هنقولها تحت تريتمنت. تيجي في التريتمنت انديكيشن اوف اورتك فالف ريبليسمنت، يوم يجي سؤال في ده تلاقي طالب غلطان، يبقى محجوز مكانه في اقصى درجات الجحيم. فالف اريا اقل من 8 من 10 سنتيمتر مربع، سيستوليك بلاد بريشر ولا جريدينت اكتر من 50، سيفير سيمتومز او مودريت اورتيك ستنوزس اندر جوينج اذر كاردك سيرجري زي الكابج. ونرجع تاني لاول سؤال حليناه مع بعض، اللي انتم واللي انتم حلتوه، برافو عليكم والله. على فكره والله مبسوط منكم جدا، لان بصراحه انا ما كنتش متوقع ان انتم تحلوه، مش عارف ليه. السؤال كان رقم 14 باين اهو، مستر ممدوح اهي، شوف سطر في كده، سطر كلمه عابره يقوم جايب لك حال عليها. انت واخد بالك العمليه مش عمليه مذاكره كتير، عمليه انك مذاكر بذكاء سمارتر نوت هاردر، وتحل اسئله كتير وحالات. يعني انا بيقول لك مستر ممدوح هاد هيستوري مودريت اسيمتوماتيك اورتيك سينوز، جاله والدكتور قال له مش هتعمل عمليه، جاله كابتش، جاله قصدي مالتي فيسل اللي هو اسمه اكيوت كورونري سندروم، والراجل قال له هتعمل كابتش. ويتش اوف ذا فولوينج از ترو ريجاردنج المانجمنت بلان؟ طبعا كابتش اند اورتيك فالف ريبليسمنت مع بعض. ليه؟ الاثنين يتعملوا بقى مع بعض بالمره، والاثنين بنفس الفتحه، وادخل يا ابني خلص في عمره واحده، وخلص الليله واطلع. واخد بالك؟ بس كده يا ستي. تعالى اخر حاجه، الاورتيك ريجرش. الاورتيك ريجرش ده اسهل واحد فيهم، وده عملي اكتر، يعني الاسباب بتاعته خلاص هنزود بس السيفلس وجهاز المارفان سندروم، كان في كمان الانكيلوزنج سبوندولايتس. انت واخد بالك انكيلوزنج سبوندولايتس ده كان في روماتولوجي، كان بيعمل اي حاجه بحرف الايه لو انت فاكر، يعني اورتيك ريجرش، اكيلس انسيسايتس، امايلدوزس، ايبيكال بالمونري فايبروزس، فاكر كان اي حاجه بحرف الايه يعني، ومعاهم بروستايتس في الاخر. انما السيفلس ده مهم جدا، لان اصلا المفروض في الاورتيك ريجرج السكند هارت ساوند ما بيعلاش الا في السيفلس. فضيحه لما انا قلت لك سيفلس ده بيعمل فضايح، يعمل انيوريزم اكتر وما الى ذلك. المهم هنا في الهيمودينامكس، في كلمه واحده، واحد عنده اورتيك ريجرج انت مش محتاج اصلا، يعني بص بالمنطق اهو والله ارسمها هنا وخلاص، ادي الاورطه اهو. يعني ايه اورتيك ريجرج؟ يعني شويه دم وقليلات الادب بيرجعوا فين؟ يرجعوا فين؟ هو الاورطه ريجرج الاول، لو سالت نجار قلت له باب بيفوت تبان وهو مقفول ولا مفتوح؟ هيقول لك تبان وهو مقفول، يبقى الاورطه بيقفل اهو. الاورطه بيقفل فين؟ اثناء السيستول ولا الدايستول؟ اثناء الدايستول، بس هنا بيفوت. فتبدا دايما اثناء الدايستول شويه دم قليلات الادب، يقوموا راجعين تاني للليفت فنتركل. طب واخد بالك؟ وبالتالي الدايستوليك بلاد بريشر هيبقى ايه؟ الدايستوليك بلاد بريشر قليل قوي. تاخد بالك اثناء الدايستول الدم عمال يرجع تاني، ايه الاشتغاله دي؟ فتلاقي الدايستوليك بلاد بريشر قليل جدا، بس هم بيرجعوا هنا. طبعا بيرجعوا هنا يا جماعه هيتبخروا، يعني الناس اللي عندهم اورتيك ريجاش بتلاقي بخار دم احمر خارج من الانتركوستال سبيسز، لا هيطلع في السيستول على طول اللي بعده. لما يجي بقى الاورطه يفتح والقلب يدق الدم، هوب بتلاقي دم ايه؟ فالسيستوليك بلاد بريشر بيبقى عالي قوي. او لكون السيستوليك عالي والدايستوليك قليل، الفرق ده كبير قوي، ده هو ده السيستوليك عالي والدايستوليك واطي، هو ده اللي بيعمل ايه بقى؟ يعمل لك البريفرال سايتس. خلاص البريفرال سايتس. الكلينيكال بيكتشر انت عارفها ليه؟ لان اورتيك ريجرج، اي اورتا انجينا، اي ريجرج جنرال سروبنج وبالبيتيشن. وانت فاهم ليه بقى؟ يعني خلاص الموضوع ده ايه؟ فاهم. طيب تيجي بعد كده البريفرال سايتس، ثلاثه في الهيد والنك، ثلاثه في الابر ليمب، ثلاثه في اللور ليمب، واتهرسوا قبل كده وشفناهم، فخلاص يعني ثلاثه في الهيد والنك اللي هو دومو سي ساين. كله بسبب ايه؟ ما تجيش بقى كل واحده هتقول لي بسبب ايه؟ ما كله عشان السيستول زايد والدايستول قليل. كوريجان ساين اللي هو تلاقي فيه كاروتيد بلسيشن، واخد بالك؟ عشان السيستول تخيل الارتر بيبقى فاضي لان دايستوليك بلاد بريشر قليل، وفجاه يجي دم كتير، هتلاقي طبعا كده. او سيستوليك ثريل اوفر الكاروتيد ارتري، نفس الحكايه. الابر ليمب البلاد بريشر طبعا بيبقى سيستوليك عالي، الدايستوليك واطي. الووتر هامر بلس قلنا بنعملها ازاي، فاكرين؟ الووتر هامر بلس فكرتها ايه؟ انت المفروض لما بتيجي تحس الراديال بلس بتحسه من تحت، صح؟
طب هل هنا بتحس في بلسيشن هنا؟ لا، انت واخد بالك لان في عضلات. طب لو عندك بقى السيستول طق 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 بريفرال في بيج بلس فوليوم، تحس تحط ايدك هنا وكلكم حستوها تحس البلسيشن ده. لو قال لك حس في الايد الشمال بتروح تقف على شمال العيان. خلاص يا اخوانا، اللي هو الليمب اللي هو البيستال شوت، تحط السماعه بس على الفيمورال ارتري من غير ما تضغط ولا حاجه، الدروزي ساين تضغط بقى خلاص، والهيل ساين اللي هو الفرق بين الابر ليمب واللور ليمب. المفروض ان اللور ليمب طبعا الضغط فيها اعلى عشان عضلاته، عشان على المين كونتينيوشن اوف اورطه بتبقى اعلى فرق 10 و20، انما هنا ممكن تبقى اعلى اكتر من 50. امتى ما يبقاش في بريفرال ساينز؟ لو مايلد اورتيك ريجرش، مش هو اصلا برضه هنا في الشفوي عايزك تجننه يقوم سالك يقول لك امتى ما يبقاش في فاكر يقول لك امتى ما يبقاش في ميرمر في الميترال سينوزس، عرفنا هنجاوبه ازاي؟ هنا يقول لك امتى ما يبقاش في بريفرال ساينز؟ على طول يا جماعه عايزك تتعلم طريقه اجابه. اقول له بص هو سبب اسرع بريفرال ساينز ايه؟ بينج بونج تكنيك. على فكره انا مش ببالغ، انت قول كده فعلا بس خليك قول كده واقعد 10 ثواني. لو هو في دكاتره يتناقش، بس معظم الدكاتره تلاقيه ماسك فيس كمل يعني، هو مكمل يعني، هو قاعد. قول له يا دكتور هو سبب البريفر ساينز ايه؟ وبص له كده وصرصره الحقل وهو يبص له سبب وقوم قايل له بقى سبب البريفر ساينز ان انا عندي السيستوليك عالي والداستوليك واطي، يبقى امتى ما يبقاش فيه بريسيس؟ هنا بقى لازم يقوم قايل لك لما السيستوليك يقل قول له برافو عليك، او لما الداستوليك يزيد. انتوا واخدين بالكم؟ طريقه الاجابه كان في دكتور جراحه حكايه معروفه قوي، انتوا اكيد سمعتوها قبل كده، دكتور كان احمد شفيق الله يرحمه، ده عمره ما ادى الواحد درجه نهائيه، ادى الدرجه النهائيه لواحد بس، واحد بس في الجراحه. كان بيقول له الرقاصه لما بترقص بتهز ايه؟ فكل طالب بقى داخل يسمع سؤال يضحك، دكتور بتهز دراعاتها، طب قول الليمفاتكس بتاعت الدراعات كلها من اول ابر ليمب كله، ده بتهز صدرها، طب قول الليمفاتكس بتاعت الصدر كلها. فطبعا بقى الليمفاتكس دي اصعب حاجه في الجراحه، الناس اللي منكم ذاكرين جراحه ايه وسطها، طب قول لي اللي منطقه الوسط بقى، قول لي اللي مش عارف ايه بتهز مش عارف ايه، طب قول لي المنطقه يا مش عارف ايه. لحد ما دخل له بتهز ايه؟ قال له بتهز مشاعري. الراجل بص له كده ما عرفش يقول له ايه، قال له يا ابني انت اول واحده هديك درجه نهائيه في حياتي، الذكاء ازاي بتهز مشاعري؟ فعلا ايه مشاعري؟ هو الراجل نفسه اتثبت، هو متوقع انه على طول الرقاصه بتهز ايه، كل الناس يقول لك كذا او كذا او كذا، انما مين مين اللي يخطر على باله يقول له بتهز مشاعري؟ راجل ساكت يعني، ومات بعدها بكام سنة. المهم يعني، فالمهم طبعا الميرمر بقى نفس الكلام، والكلام ده شرحه طبعا بقى على التطبيق خلاص، وكفايه اصلا تذاكر السكيم، عايزك بس تذاكر لي الجدول ده كويس. سيفلس بالذات ساعات ايه؟ سيفلس ده يا جماعه عشان تتعظوا بوسه واحده، بوسه. واخد بالك بوسه واحده. سيكشوال كونتاكت، يقوم يجي لك مكان البوسه شنكر. شنكر يجي هنا كده على الشفايف لو كان بوسه يعني اسبوع ويروح وتنسى غلطتك يعني، وتيجي بعد كام شهر تلاقي بقى الميوكاس ممبرين المرحله الثانيه باتشز ومش عارف تروح برضه. تيجي بعد 10 15 سنه يحصل بقى المصايب دي كلها، عشان كده انا بحط امتحان اجيب السيفلس ده هو ما عادش موجود بس عشان تتعظ الفكره ان بعد 15 سنه لما انت تكون نسيت غلطتك بتاعت زمان ولكن الله لا ينسى. سبحان الله، كل حاجة كنت بتتباهى بيها تلاقيها باظت. يعني قلبك اهو، شوف الاورطة، الاورطة اهو بيتني وبيحصل اورطة في الجرش، خد بالك بيتني بيحصل اورطة كانيوريزم اكتر. حتى السكند ارت ساوند بيبقى عالي او فضيحة. ايه ده الاورطة في الجرش المفروض السكند ما يعلاش، لا عندك هيعلى. انت واخد بالك؟ وهكذا. مثلا النوز شكلك مش عارف يبقى عامل ازاي. التيبيا مش عارف تبقى، الكورونري قلبك اللي كنت بتضحك على الناس وقلبك واسع يساعد كل يوجعك، اسكيميك هارت ديزيز. خد بالك ممكن يجي يقول لك سيفلس بيعمل اول اوف ذا فولوينج اكسبت بس، سؤال شهير قوي. وهكذا. ده الفالفر هارت ديزيز، انا يعني حبيت ان انا ارجعه بسرعه. ليه؟ لان هو مشروح بالتفصيل على التطبيق في 6 محاضرات. لو انت ما فيش وقت، او حتى بقى لو في وقت، انا من رايي ذاكر الكلمتين دول وخلاص. لو انت بس عايز تشوف الام اسمه الايكو، عايز تشوف حته الاوبننج سناب، ايش شوفها. انما حل اسئله، واسئله الفالفرال هارت ديزيز موجوده فين؟ على التطبيق. في بس يا جماعه امتحان، احنا اجلنا امتحان الهيباتولوجي، امتحان الهيباتولوجي هيبقى يوم الجمعه اونلاين. امتحان الكارديولوجي هيبقى على الاسكيميك كارد، احنا في الجدول الاسكيميك كارد ديزيز وارت فيلير وفالفرال هارت ديزيز افكتيف اندوكاردايتس بالمونري امبوليزم، 5 دول هيبقى امتحانهم يوم الاربعاء اللي بعده. اكتب لكم انا جدول الامتحانات، بس عايز اقول كلمه، لو ما حلتوش الامتحان يعني كلكم هتحلوا الامتحان،
اللي مش هحل الامتحان يا جماعه، انا شخصيا ما يجيش اسالني اي سؤال بعد كده، يعني خلاص هو كانه الامتحان ثم الامتحانات ثم الامتحانات، لان خد بالك كل ما الامور تقرب كل ما هنعمل امتحانات اكتر. طب واخد بالك، انا دلوقتي احنا ماشيين عشان تلحقوا تذاكروا، فامتحان يوم الجمعه الجايه هيبقى اونلاين لان الناس قالوا ما بيذاكروش والنور وبيقطع وبتاع. فنخلي عشان الهيباتولوجي مهم جدا امتحان يوم الجمعه خلاص، معناه كان المفروض النهارده. بعد بكره يعني. الكارديولوجي هيبقى ماشيين على الجدول، هيبقى الامتحان يوم الثلاثاء او الاربعاء. خلاص هنحدد لكم قبلها الثلاثاء او الاربعاء. خلاص هتذاكروا الانفكتيف اندوكاردايتس، البلمونر امبوليزم، الام اس كيو بتاعها موجود على التطبيق. حتى البلمونر امبوليزم كل اسئله، وعلى فكره الموضوعين دول كل اسئله الام اس كيو، يعني لا يمكن يجي سؤال بره، والله لا يمكن. شوف الرحمه بالله، انا حتى كاتب بالمونر امبوليزم بيرلس اللي هي، وانفكتيف اندوكاردايتس بيرلس اللي هي الكلمات المضيئه في الموضوعين دول اللي ممكن يجوا يعني. فانت اصلا هتلاقي ذاكرتهم، الامور بقت سهله جدا جدا، ما فيش مشكله. احنا عايزين البي دي اف بتاع الأسئلة ده على الجروبات، على الجروب بتاعنا. الاسئله انا يعني استنوني بس يوم السبت عشان انا عايز اقسمها اللي هي الموست كومن، وعايز اقسم الاسئله الصعبه اللي هنتريش، بحيث ان انت معظم الناس ذاكروا الاسئله السهله. فادوني بس مع يوم الجمعه اللي هو وانتم بتمتحنوا، هقوم انزل لكم البي دي اف بتاع نص المنهج ان شاء الله، هينزل يوم الجمعه ان شاء الله. يعني يا ريت الأسئلة ما تبقاش مجابة يا دكتور. باذن الله بس كده. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب، معلش سهرناكم النهارده، واشوفكم بقى المره الجايه واحنا مع بعض على الجروب كده ان شاء الله. بس كده، تمام سلام. يا دكتور، مع السلامة. مع السلامه.